السلام عليكم، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع المحاضره الاولى في كتاب الهيد في الاناتومي، اللي هنتكلم فيها عن اول جزئيه في الكتاب اللي هي خاصه بالسكالب اللي معناها فروه الراس. ان شاء الله النهارده هناخد السكالب كلها بكل الحاجات اللي موجوده فيها. وتعودوا ان احنا ساعه ما ناخد اي منطقه قبل ما نبدا جزء النظري بتاعها هقوم جاي قايل لك حاجات العمل اللي انا هحتاجها فيها. ده الطريقه اللي احنا هنمشي بيها دايما، يعني مش هخلي العمل لوحده والنظري لوحده، لا انا هدمج الاثنين مع بعض بحيث قبل ما ابدا النظري بتاع اي حاجه اكون قلت لك الاجزاء العمل اللي انا هحتاجها في الجزئيه اللي انا هشرحها كلها. النهارده ان شاء الله هناخد جزء السكالب كله بكل الحاجات اللي موجوده فيه. الاول تعالوا نبص ايه اللي احنا هنحتاجه في العمل في جزء السكالب، ومن بعد كده نخش على الجزء النظري نشرحه كله بالتفصيل ان شاء الله. هنبدا الاول بجزء العمل بتاعنا الخاص بالجزئيه اللي هنشرحها النهارده ان شاء الله، اللي هي السكالب. والعمل الاساسي بتاعنا السنه دي في الهيد هيكون عباره عن السكال. السكال هندرس فيها اهم حاجه هي العظم بتاعها، لان في امتحان العمل بيجي يعلم لك علامه ويقول لك قول لي ديت ايه، بس بيزود جزئيه بقى يقول لك طب ايه الحاجه اللي بتمر من هنا او ايه التركيب اللي موجود من هنا، فيدخل النظري مع العملي. فانا هعمل كده في الشرح برضه، قبل ما اخد الجزء النظري هقوم جاي قايل لك الجزء العملي اللي انا هحتاجه. السكال لما بنيجي نتكلم عنها بيقول لحضراتكم مبدئيا السكال بيكون ليها حاجه اسمها فيوز. فيوز معناها مناظر بنبص منها، حاجات كده يعني السيرفسز بتاعت السكال. بنيجي نبص نلاقي ان السكال ليها سيرفس من فوق وسيرفس من قدام واتنين من الجنب وواحد من ورا وواحد من تحت. كل واحد من دول بنسميه نورما. كلمه نورما معناها سيرفس، معناها سطح. فلما بنيجي نبص من فوق بنسميها نورما فيرتيكاليس، نورما فيرتيكاليس دي لما نكون بنبص من فوق. لما بنيجي نبص من تحت بنسميها نورما بيزاليس، يبقى من فوق فيرتيكاليس من تحت بيزاليس، من قدام فرونتاليس من ورا اوكسيبيتاليس، من قدام فرونتاليس من ورا اوكسيبيتاليس، من الجنب لاتراليس. يبقى انت لما تبص من قدام فرونتاليس، تبص من الجنب لاتراليس، تبص من ورا اوكسيبيتاليس، تبص من تحت بيزاليس، تبص من فوق فيرتيكاليس. هتلاقوا دراستنا في العمل متمثله في احنا بناخد المعالم اللي موجوده في النورم دي كلها. اللي احنا هناخدهم النهارده نبدا اول واحده فيهم لما تكون باص من قدام. لما تكون باص من قدام اللي هي قدام حضرتك ودي اسمها النورما فرونتاليس، وكل الاجزاء دي يا جماعه وكل الصور دي موجوده في اخر الكتاب بتاعي خالص. فالجزئيه اللي اقول لك اسمها هتروح على المكان بتاعها في اخر الكتاب واقوم جاي كاتب اسمها، بحيث ان احنا عم نخلص جزء النظري تكون خلصت كل اجزاء العمل اللي موجوده في اخر الكتاب كمان. يعني هقول لك مثلا النهارده الجزئيه دي اسمها كذا، تروح على الجزء بتاعها في العمل اللي في اخر الكتاب وتقوم جاي كاتب اسمها على السهم بتاعها، بحيث ان انت كل لما تاخد جزء نظري تكون خلصت قباله جزء عملي. اللي احنا بنتكلم عنها اول حاجه حالا دي بنسميها النورما فرونتاليس. النورما فرونتاليس دي بيكون فيها عظم كتير، انا مش محتاج النهارده غير حاجات بسيطه جدا في النورما فرونتاليس. اول حاجه هحتاجها هي الجزئيه دي كده اللي انا معلم عليها. الجزئيه دي يا جماعه بنسميها سوبر سيلاري ارش. سوبر سيلاري ارش اللي هي رقمها بيكون عباره عن رقم 30، ده بنسميه سوبر سيلاري ارش. اي حاجه ليها علاقه بالعين بيطلق عليها اسماء في الهيد، منها كلمه سيلاري، منها كلمه اوفسالميك، منها كلمه اوربيتال، منها كلمه اوكولار. اي حاجه خاصه بالعين بنقول عليها اسماء محدده كده، سيلاري ماشي، اوفسالميك ماشي، اوكولار ماشي، والاوربيتال ماشي. يجي يقول لحضرتك ان احنا اول واحد هنتكلم عنه هو الجزء بتاع الحواجب، الجزء العظم اللي هو موجود تحت الحواجب بنسميه سوبر سيلاري ارش. الارش اللي فوق السيلري، الارش اللي فوق العين، سوبر سيلري ارش. السوبر سيلري ارش ده بيكون موجود فيه فتحه، الفتحه دي مهمه جدا بنسميها سوبرا اوربيتال نوتش. سوبرا اوربيتال نوتش، النوتش اللي فوق العين، الحته المفتوحه اللي فوق العين، الحته اللي داخله جوه شويه من العظم اللي فوق العين، واحيانا بنلاقيها اتقفلت، ولما تتقفل بتقوم جايه عامله فورامين اللي انا هعلم عليها حالا دي بنسميها السوبر او سوبرا اوربيتال فورامين. يعني احيانا تكون مقفوله واحيانا تكون مفتوحه، هي يعني بتكون عباره عن حرف يو كده يا جماعه. حرف اليو ده لو مش مقفول من تحت بنسميه سوبرا اوربيتال نوتش لانه عامل زي حرف اليو، انما لو مقفول بنسميه سوبرا اوربيتال فورامين. هو هنا انا جايب لك الاثنين اهو، الناحيه دي مفتوح ده بنسميه سوبرا اوربيتال نوتش، والناحيه دي مقفول بنسميه سوبرا اوربيتال فورامين. يبقى احنا عندنا رقم 31 دي السوبرا اوربيتال نوتش، ورقم 5 الناحيه الثانيه ديت عباره عن السوبرا اوربيتال فورامين.
ده اللي انا محتاجه النهارده في جزء النورما فرونتاليس. الارش اسمه سوبر سيلاري ارش، اللي هو بيكون عليه الاي براوز اللي هي الحواجب، معانا في جزئيه يا اما تكون مفتوحه يا اما تكون مقفوله. لو مفتوحه بنسميها سوبرا اوربيتال نوتش، لو مقفوله بنسميها سوبرا اوربيتال فورامين. ده اللي انا محتاجه في جزء النورما فرونتاليس معانا النهارده. النورما التانية اللي معانا النهاردة وهنحتاجها هي اللي من الجنب، وقلنا من الجنب اسمها نورما لاتراليس، فاللي حضراتكم شايفينها دي اسمها النورما لاتراليس. ايه اللي انا هحتاجه من نورما لاتراليس النهاردة؟ هحتاج الخطين اللي انا هعلم عليهم دول، ادي الخط الاول وادي الخط التاني. الخطين دول يا جماعة بنسميهم تيمبورال لاينز. العظمة اللي قدام حضراتكم دي اللي انا هعلم عليها حالا دي اسمها التيمبورال بون. التمبرال بون اللي هي العظمه الصدغيه اللي موجوده في السكال من الجنب، بيكون في اخرها خطين اتنين، خط تحت وخط فوقه محوطينها كلها كده، بنسميهم تمبرال لاينز. سوبيريور تمبرال لاين ده اللي بيكون فوق، وانفيريور تمبرال لاين ده اللي بيكون موجود تحت. احنا بنطلق عليهم مجازا تمبرال لاينز، اللي هم الخطوط اللي موجوده في التمبرال، بيكون في واحد فوق وفي واحد تحت. اللي فوق اسمه سوبيريور تمبرال لاين لانه فوق، واللي تحت اسمه انفيريور تمبرال لاين اللي هو بيكون موجود ناحيه تحت. يبقى دولت التيمبورال لاينز. عشان لما اجي اقول لحضرتك ان انا في كلمه هتقابلنا اسمها التيمبورال لاينز، تعرف بقى ان التيمبورال لاينز دي اللي هي الخطوط اللي موجوده على التيمبورال بون اللي كانوا اتنين، واحد فوق سوبيريور وواحد تحت انفيريور، وده الجزئيه الوحيده اللي انا هحتاجها في جزء النورما لاتراليس معانا النهارده. اللي حضراتكم شايفينها حالا دي السكال من ورا، اللي هي كانت اسمها النورما اوكسيبيتاليس، عشان العظمه اللي انا هعلم عليها حالا دي كانت اسمها الاوكسيبيتال بون، وبالتالي سميناها النورما اوكسيبيتاليس اللي هي موجوده ناحيه الخلف. في النورما اوكسيبيتاليس في معالم بنحتاجها كتير قوي في دراسه الهيد بالكامل. اول حاجه هي الجزئيه اللي بارزه في النص دي، الجزئيه اللي بارزه دي بتكون عباره عن بروز في العظم. البروز في العظم بنسميه بروتيوبرانس، حتى تلاقوا كلمه بروز بروتيوبرانس، كلمه بروتيوبرانس معناها حته طالعه كده زي الجبل في العظم. ديت ناحيه السكال من بره ولا من جوه؟ ناحيه السكال من بره، فنسميها اكسترنال ناحيه بره، لان في زيها واحد ناحيه جوه، ودي على عظمه اسمها الاوكسيبيتال بون، فنقوم جايين مسميين النقطه دي اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، البروز اللي موجود على الاوكسيبيتال بون ناحيه بره، اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس. لاسم تاني اسمه انيون، انيون او الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، ده البروز اللي موجود في الاوكسيبيتال بون من ورا. نيجي نبص نلاقي البروز ده طالع منه خط، الخط ده بيكون عباره عن بروز نازل منه، بنسميه اكسترنال اوكسيبيتال لانه على الاوكسيبيتال بون ناحيه بره، بس اي حاجه بتكون على هيئه خط وعاليه بنسميها كريست. كريست معناها خط عالي، يبقى احنا عندنا نقطة عالية اسمها external occipital protuberance، نازل منها خط عالي اسمه external occipital crest. ونيجي نبص نلاقي النقطة دي طالع منها خط الناحية دي وخط الناحية دي، وتحته في خط كمان وفي خط كمان. يعني انت تيجي تبص تلاقي من النقطة دي طالع خط يمين وخط شمال، وتحته خط يمين وخط شمال. دي بنسميهم الخطوط اللي موجودة زي ما بنقول بالبلدي كده في القفا. كلمة القفا في الاناتوم اسمها نيوكاس، او بنسميها نيوكل كصفه بنسميها نيوكل. فاقول لك انا عندي خطين اتنين في كل ناحيه، واحد فوق وواحد تحت، يقوموا جايين مسميين اللي فوق سوبيريور نيوكل لاين. سوبيريور نيوكل لاين ده اللي هو الخط بتاع القفا اللي فوق، واللي تحته بنسميه انفيريور نيوكل لاين. يبقى انا عندي ده اسمه سوبيريور نيوكل لاين وده اسمه انفيريور نيوكل لاين. يبقى انا عندي في نقطه بتكون عاليه اسمها الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، نازل منها كريست اسمه اكسترنال اوكسيبيتال كريست، طالع منها خط يمين وخط شمال، وتحته خط يمين وخط شمال بنسموهم النيوكل لاينز. ده اسمه سوبيريور نيوكل لاين وده اسمه انفيريور نيوكل لاين، والمثل الناحيه الثانيه. لو عاوزين نقول مكانهم فين بالظبط على السكال، حضراتكم بصوا معايا كده، شايفين الخط اللي انا هرسم عليه حالا ده اللي هو الخط ده اسمه سوبيريور نيوكال لاين، والخط ده اسمه انفيريور نيوكال لاين، ده سوبيريور نيوكال لاين وده انفيريور نيوكال لاين. وبنيجي نبص بعد كده نلاقي في خط فوقهم كلهم، الخط اللي فوقهم كلهم ده اسمه الهايست نيوكال لاين. هايست نيوكال لاين معناه الخط اللي فوق خالص، هايست نيوكال لاين. يبقى احنا هنا عاوزين نتكلم عن الحته اللي بارزه اللي اسمها الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس او انيون، اللي نازل منها كريست اسمه اكسترنال اوكسيبيتال كريست، طالع منها خط يمين وخط شمال، تحته خط يمين وخط شمال، ده اسمه السوبيريور نيوكال لاين، ده اسمه الانفيريور نيوكال لاين،
ده اسمه سوبيريور نيوكال لاين، ده اسمه انفيريور نيوكال لاين، واللي فوقهم كلهم ده بنسميه الهايست نيوكال لاين. هنحتاج المعالم دي كتير قوي النهارده، ده جزء العمل اللي انا هحتاجه في محاضره النهارده. تعالوا بقى نبدا نتكلم عن النظر بتاع السكالب ونشوف بيقول فيه ايه. سكالب اللي هي فروه الراس، الجزء الاول معانا في كتاب الهيد هو السكالب، وده يقصد بيه فروه الراس. يبدا اول حاجه ويقول لحضرتك عاوز اعرف يعني ايه سكالب دي، فيخش على الديفينيشن بتاعها ويقول لك الديفينيشن ده عباره عن السوفت تيشو، التراكيب اللينه، الحاجات اللي هي الاستراكشر اللي بتغطي السكال كاب. السكال كاب ده اللي هو السكال من فوق، الجزء بتاع السكال من فوق ده بنسميه سكال كاب، او بنسميه الفوت اوف ذا سكال، او بنسميه النورما فيرتيكاليس. الحاجات اللي مغطيه العظم اللي موجود في النورما فيرتيكاليس ده بنسميه السكالب. وبالتالي بيقول لك السوفت تيشو ستراكشر كفرنج السكال كاب او الفوت اوف ذا سكال ده بنسميه السكالب، وده اللي هندرسهم بالتفصيل ان شاء الله. يجي بعد كده يقول لك طب ايه هي الاكستنشن بتاعت السكالب دي، السكالب ممتد منين لحد فين. بيقول لي السكالب ليه امتداد قدام وامتداد ورا وامتداد في الجناب. قدام بيقول لي فروم الاي براو، من الاي براو قدام، الاي براو اللي هي الحواجب اللي احنا كنا سميناها من شويه سوبر سيلاري ارش. يقول لي من اول السوبر سيلاري ارش لحد التمبورال لاين على الجناب، واللي بتوين التمبورال لاين اون بوث سايد، لسه قايلين شويه فين التمبورال لاين دول. يعني احنا عندنا من قدام السوبر سيلاري ارش او الاي براو، يجي على الجنب لحد التمبورال لاين ويقف، وورا لحد السوبيريور نيوكال لاين، ويفضل واصل ورا لحد الخط اللي كان طالع من الحته البارزه اللي فوق اللي اسمه سوبيريور نيوكال لاين والاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس اللي هو الجزء اللي كان بارز. يبقى هو بيقول لك ليه امتداد قدام وامتداد ورا وامتداد في الجناب. من قدام بادئ عند السوبر سيلاري ارش اللي هو عليه الاي براو، واصل ورا لحد الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس والخط اللي كان طالع منه اللي كان اسمه سوبيريور نيوكال لاين، وفي الجناب منتهي عند التمبورال لاينز اللي هما كانوا السوبيريور والانفيريور تمبورال لاين. يبقى ده كده الديفينيشن، هي السوفت تيشو ستراكشر كفرنج السكال كاب، قدام اي براوز اللي هي سوبر سيلاري ارش، ورا اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس والخط اللي طالع منها اللي كان اسمه السوبيريور نيوكال لاين، وفي الجناب التمبورال لاين. ايه بقى اللي احنا هندرسه في السكالب كلها، موضوع السكالب كله النهارده هندرس فيه ايه؟ بيقول لي وي ويل ستادي اول حاجه اللايرز اوف ذا سكالب، اللاير بتاعت السكالب يعني ما هي طبقات السكالب. فروه الراس دي هل هي طبقه واحده ولا هل هي اكتر من طبقه؟ هنعرف انها خمس طبقات هندرسهم ان شاء الله بالتفصيل. تاني حاجة هندرس النيرف سبلاي اوف ذا سكالب. نيرف سبلاي اوف سكالب معناها ايه؟ الاعصاب اللي بتغذي فروة الراس، سيان اللي بتغذي فروة الراس بالاحساس، او اللي بتغذي فروة الراس في العضلات اللي موجودة فيها، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل حالا ان شاء الله. يعني هم هيبقوا سنسوري وموتور، حاجات خاصة بالاحساس وحاجات خاصة بالحركة. arterial supply of scalp هيبقى الجزئيه اللي بعدها اللي هو الدم اللي رايح للسكالب، الشرايين اللي رايحه للسكالب. وطبيعي بما اننا ندرس الشرايين يبقى ندرس بعدها الاورده اللي هي الفينوس درينج اوف سكالب، ما هي الاورده اللي موجوده في السكالب. وهناخد بعد كده المصر اللي موجوده في السكالب، احنا عندنا عضله واحده بس موجوده في فروه الراس، هنعرف ان شاء الله ان اسمها اوكسيبيتو فرونتاليس مصل، هناخدها برده ونتكلم عنها. وبعد كده هنتكلم عن الليمفاتيك درينج اللي هو الجزء الليمف اللي موجود في السكالب كله بيتسحب في الاوعيه الليمفاويه يروح للغدد الليمفاويه اللي اسمها ايه. يبقى احنا عندنا هندرس اول حاجه اللايرز اوف ذا سكالب اللي هي الطبقات بتاعته، كام طبقه وكل التفاصيل اللي موجوده في كل طبقه. تاني حاجه هندرس النيرف سبلاي، الاعصاب اللي رايحه للسكالب، والشرايين اللي رايحه للسكالب، والاورده اللي جايه من السكالب، والعضله بتاعه السكالب اللي اسمها الاوكسيتو فرونتاليس، والسحب بتاع الليمف اللي موجود في السكالب اللي بيروح للغدد الليمفاويه، وهنتكلم عن الغدد الليمفاويه ان شاء الله بتاعه السكالب برضو ونقول اسمها ايه. ناخدهم واحده واحده بقى، واول حاجه هنبدا بيها هي اللايرز اوف سكالب، ما هي طبقات السكالب. وكلمه سكالب يا جماعه نفسها عباره عن خمس حروف، الخمس حروف دول هم سكيمة الطبقات بتاعتها، لان السكالب عبارة عن خمس طبقات، كل طبقة بادئة بحرف من كلمة سكالب. يعني احنا عندنا لما بنيجي نبص على الطبقات بتاعت السكالب بنلاقي انها خمس طبقات تحت بعض. الطبقة اللي فوق خالص هي السكين، السكين اللي هو الجلد بادئ بحرف الاس. الطبقة اللي بعدها اسمها كونكتيف تيشو، كونكتيف تيشو معناها نسيج ضام، ودي بتعامل كانها السوبرفيشيال فاشيا بتاعت السكالب. وقلت لحضراتكم في فيديو الانترودكشن اي حاجة بندرسها بندرس سكين وبعدها سوبرفيشيال فاشيا. السوبرفيشيال فاشيا دي اللي قلت ان بيكون فيها النيرفات وبيكون فيها الارترز اللي سميناهم كيوتينياس نيرف وكيوتينياس فيسل. فاحنا عندنا اول طبقه سكين اللي هي الجلد بادئه بحرف الاس.
تاني طبقة اللي هي اسمها الكونكتيف تيشو، طبقة نسيج ضام وبتعامل كأنها السوبرفيشال فاشيا اللي فيها الأعصاب والأوعية بتاعة السكالب بادئة بحرف السي. بعد كده يجي حاجة اسمها الأبونيروسس، العضلة اللي عندنا في السكالب اللي اسمها الأوكسيبتو فرونتاليس ماسل، هنعرف إنها لها جزئين قدام وجزئين ورا متصلين مع بعض بحاجة، الحاجة اللي واصلة الأجزاء بتاعة العضلة دي بنسميها أبونيروسس. كلمة أبونيروس معناها حاجة عاملة كده زي الورقة، نسيج بس نسيج فلات. لما بيكون عندنا عضلتين، لما بيكون عندنا عضلة العضلة دي فلات وعاوزين نربط أجزائها مع بعض بنستخدم حاجة اسمها الأبونيروسس، وهنشوف شكله حالا إن شاء الله. الأبونيروس بتاع العضلة اللي اسمها الأوكسيبتو فرونتاليس ماسل اللي رابط أجزائها مع بعض زي ما هنعرف حالا، بادئ بحرف الإيه. يجي بعد كده حاجه اسمها لوز ارولار تيشو، نسيج ضم بس لين شويه. احنا عندنا نسيج ضم قوي اسمه كونكتيف تيشو الطبقه الثانيه، ونسيج ضم طري شويه اسمه لوز ارولار تيشو في الطبقه الرابعه. واخيرا بيجي لنا حاجه اسمها البريكرينيون، والبريكرينيون ده اللي هو بيكون عباره عن غلاف السكال او غلاف السكال كاب، الجزء اللي مغلف العظم بتاع الجمجمه من ناحيه فوق اسمه البريكرينيوم، وهنعرف برضه تفاصيله دلوقتي. لو خدتوا بال حضراتكم هتلاقوا 5 طبقات، لو خدت الحرف الاول من كل طبقه يديك كلمه سكالب، سكالب اس سي اي ال بي، الاس سكين، السي كونكتيف، الاي ابونيروسس، ال لوز ارولار تيشو، والبي كانت بريكرينيوم. عشان كده بقول لحضراتكم ان السكين بتاع السكالب هو كلمه سكالب اصلا، سكين وكونكتيف تيشو ولوز ارولار تيشو، واسف، وابنيروس ولوز ارولر تيشو وبريكرينيوم. لما تيجي تبص على الرسمه اللي موجوده ليها تبص تلاقي ان احنا عندنا اول طبقه فوق بتكون السكن، بعدها بيجي طبقه اسمها كونكتيف تيشو، يعني لو شلت السكن هتلاقي تحته الكونكتيف تيشو، لو شلت الكونكتيف تيشو هتلاقي تحته في الابونيروسس، لو شلت الابونيروس هتلاقي تحته لوز ارولر تيشو، لو شلت اللوز ارولر تيشو هتلاقي تحته البريكرينيوم، لو شلت البريكرينيوم هتلاقي العظم قدامك، لو شلت العظم يبان لك بعد كده المخ نفسه اللي هو جزء البرين، وبالتالي 5 طبقات تحت بعض. حتى تيجي تبص تلاقي في الرسمه اللي جنبها برضو هنا بيقول لك انا عندي الطبقه اللي فوق سكين، الطبقه اللي بعدها بتكون كونكتيف تيشو، اللي بعدها ابونيروسس، اللي بعدها لوز ارولر تيشو، اللي بعدها بريكرينيوم، ثم يجي بعد كده العظم، وتحت العظم بيكون موجود البرين. دي كده الطبقات بتاعت السكالب اللي هنتكلم عنها بالتفصيل حالا، بس برضه هوري لحضراتكم الصوره، اوريكم شويه صور ليها كده الاول قبل ما ناخد التفاصيل بتاعت اللايرز دي. اللي قدام حضراتكم دي هي طبقات السكالب اللي كانت بادئه اول حاجه فوق خالص معانا كانت السكن، بعد كده لو شلنا السكن نلاقي الكونكتيف تيشو اللي هو كان السوبرفيشال فاشيا، بعد كده كنا بنلاقي طبقه الابونيروس بتاعه العضله اللي اسمها الاوكسيبتو فرونتاليس، ثم نلاقي طبقه خفيفه شويه اسمها لوز ارولر تيشو، ثم نلاقي طبقه جامده قوي على العظم اسمها بريكرينيوم او بري اوستيوم زي ما هنشوف حالا، ثم هنلاقي العظم نفسه اللي هو كان السكال كاب او السكال فوت او النورما فيرتيكاليس، ثم بعد كده نلاقي البرين بقى هو اللي هو كان الجزء بتاع المخ نفسه. دي ال5 طبقات، هنشوف لهم برضو كمان صورة كده عشان نأكد المعلومة اكتر. ده جزء السكالب برضو اللي كان بادئ اول طبقه فوق خالص اللي انا معلم عليها ديت السكين، والسكين بتاع السكالب عاوزك تعرف لي عنه المعلومات الاتيه، ان هو سك بيكون سميك، وهيري معناه مليان شعر، وفي سويت جلاند كتيره غدد عرقيه كتيره، وفي سبيشس جلاند كتيره غدد دهنيه كتير. 4 كلمات اهو، سك وهيري وفي سويت جلاند كتيره وفي سبيشس جلاند كتيره، ده انا عاوزك تعرفه عنه. الطبقه اللي تحتها كانت اسمها الكونكتيف تيشو لاير او سميناها السوبرفيشال فاشيا او هنسميها السب كيوتينيوس تيشو كمان، دي كانت الطبقه الثانيه. بعد كده كان يجي لنا طبقه الابونيروسس اهيت اللي كانت رابطه جزئين للعضله مع بعض، ادي الجزء الاول وادي الجزء الثاني، ما بينهم كان في عندنا الطبقه اللي اسمها الابونيروسس زي ما نعرف التفاصيل حالا. يجي لنا بعد كده طبقه خفيفه شويه اسمها لوز ارولر تيشو، يجي لنا بعد كده غلاف العظم اللي اسمه البريكرينيوم او البري اوستيوم، ثم بعد كده يجي لنا العظم اللي هو بتاع السكال نفسها. دي بالنسبه للطبقات بتاعه السكالب. تعالوا بقى ناخد التفاصيل بتاعتها في النظر بيقول فيها ايه. طبعا قلنا ان هم 5 طبقات، اول حاجه السكين قلت لك عاوزك تعرف لي عنه 4 كلمات، سيك وهيري وفي سويت جلاند كتيره وسبيشس جلاند كتيره. الطبقه اللي بعد كده هي الكونكتيف تيشو اللي اسمها السوبرفيشال فاشيا، الطبقه الثالثه كانت الابونيروس بتاعت العضله اللي اسمها الاوكسيبتو فرونتاليس، الطبقه الرابعه كانت اللوز ارر تيشو، والطبقه الخامسه كانت البريكرينيوم اللي هي كانت عباره عن البري اوستيوم. ناخدهم واحده واحده، نبدا اول حاجه بالكونكتيف تيشو لاير.
بيقول لي الكونكتيف تيشو لير اللي هي الطبقه الثانيه اللي اسمها السوبرفيشال فاشيا، ديت عباره عن دنس فايبرس تيشو، عباره عن نسيج ليفي قوي، والكلمه دي مهمه، دنس فايبرس تيشو، ماسك مع الحاجات اللي فوقه وماسك مع الحاجات اللي تحته. اي حاجه بتكون فايبرس تيشو، اي حاجه بتكون الياف، اعرف انها بتكون ماسكه بقوه مع اللي فوقها واللي تحتها، والكلمه ده هيكون لها قيمه دلوقتي. بيقول ادهرنت تو الاوفر لاينج، ماسكه مع اللي فوقها والاندر لاينج لايرز والطبقات اللي تحتها، يعني هي ماسكه مع السكين فوقها وماسكه مع الابونيروسس تحتها، وبيكون فيها النيرفس والفيسلز بتاعت السكالب. ليه؟ لان دي هي السوبرفيشال فاشيا يا جماعه، واحنا مثبتين معلومه بتقول ان السوبرفيشال فاشيا هي اللي بيكون فيها النيرفس والفيسل. يعني لما اخد الاعصاب حالا، اخد الاوعيه حالا، اقول لك مكانها فين؟ تقول لي في الكونكتيف تيشو لاير، لانها هي السوبرفيشال فاشيا، يعني في الطبقه الثانيه. احنا قلنا انها عباره عن فايبرس تيشو قوي، الفايبرس تيشو قوي ده ماسك في اللي فوقه وماسك في اللي تحته، ده بيكون له قيمه كويسه جدا. يقول لي اول حاجه it doesn't allow any fluid accumulation، ما يسمحش لاي سائل انه يتراكم فيه خالص. الطبقه دي لو الواحد خبط خبطه مثلا وطلع شويه ميه ولا حاجه او اتجمع دم، مستحيل يعرف يتجمعه في المنطقه دي، لان المنطقه دي قويه جدا ومشدوده جدا، وبالتالي مفيش حاجه تعرف تتجمع تحتها خالص لانها هي مشدوده جامد. بيقول لي الانفكشن از لوكال وبينفول، ده بيخلي اي عدوى تحصل في المنطقه دي تكون لوكال في مكانها، لانها بتعرفش تنتشر وبتكون مضغوطه جامد، وبالتالي تبقى بينفول، تبقى مؤلمه. الكلمه دي مش مهمه قوي، انا عاوز بس تعرف انها ما بتسمحش لاي سائل يتراكم فيها، لانها بتكون طبقه مشدوده جامد. اللي بعدها بقى مهمه، بيقول لي لو حصل قطع في الطبقه دي، يعني لو واحد مثلا اتخبط خبطه والخبطه دي قامت جايه فاتحه الجلد وداخله واصله للطبقه اللي اسمها الكونكتيف تيشو، يقول لي لو الجرح وصل للكونكتيف تيشو نلاقي ان الحدود بتاعه الجرح ما بعدتش عن بعض. يعني لو واحد مثلا خبط بمطوه في راسه، نيجي نبص نلاقي لو الجرح سوبرفيشيال يعني سطحي، يعني واخد الجلد والكونكتيف تيشو بس، نيجي نبص نلاقي الحدود بتاعه الجرح ما بعدتش عن بعض، ما تشددش عن بعض، يعني ما بيعملش حاجه اسمها جابنج، ما بيفتحش بعيد عن بعض. يقول لي كات ووند، اي جرح قطعي بيحصل في الطبقه دي دازنت جاب، لازم تجاب، معناها الحدود ما بتبعدش عن بعض. ليه؟ بيقول لان احنا عندنا الطبقه دي زي ما قلنا يا جماعه انها ماسكه مع اللي فوقها وماسكه مع اللي تحتها بقوه، وبالتالي صعب جدا انها تتحرك. الطبقه دي ذات نفسها مشدوده جامد، فاي جرح فيها تلاقي الطبقه مربوطه تحت ومربوطه فوق، فما تعرفش الجرح يفتح. عشان كده بيقول unless it involve the underlying abonirosis، هنعرف بقى حالا ان لو الجرح ده بقى عميق شويه ووصل للطبقه اللي اسمها الابونيروسس، نلاقي الجرح قام جاي فاتح، لان الابونيروسس ممسوك بعضله الناحيه دي وعضله الناحيه دي، وبالتالي لو الجرح وصل للابونيروسس تقوم العضله دي شاده الناحيه دي ودي شاده الناحيه دي، تلاقي الجرح فتح جامد بقى. يبقى لو الجرح وصل للكونكتيف تيشو اعرف ان هو مش هيفتح جامد، هتفضل الحدود قريبه من بعض وبالتالي خياطته تبقى سهله. انما لو وصل للابونيروسس هتبص تلاقي العضله شدت كل واحده في ناحيه، قاموا جايين فاتحين الجرح جامد، وبالتالي الخياطه تبقى صعبه شويه. يكمل بعد كده ويقول الكات فيسل، لو حصل قطع في وعاء دموي موجود في جزء طبقه او في طبقه الكونكتيف تيشو، احنا قلنا ان بيكون فيها النيرفات وبيكون فيها الاوعيه الدمويه، نفترض بقى ان في وعاء دموي اتفتح في الطبقه دي، يقول لي صعب ان هو يتقفل وبالتالي بيعمل نزيف شديد. ليه صعب ان هو يتقفل؟ عشان اي وعاء دموي يا جماعه يتاذي، الوعاء الدموي الطبيعي ان هو يقوم جاي قافل على نفسه، يعمل فازو كونستريكشن، يقفل على نفسه. لما يجي الوعاء يتفتح وتلاقيه عاوز يقفل على نفسه، تلاقيه مشدود جامد بالفايبرس تيشو، النسيج اللي فيه ماسكه جامد، فالوعاء ما يعرفش يقفل على نفسه، ما يعرفش يقفل الفتحه اللي موجوده فيه، وبالتالي يفضل مفتوح فيفضل ينزف. عشان كده اي جرح بيحصل في السكالب ولو وصل لوعاء دموي، تلاقي الشخص عمال ينزف جامد، لان الوعاء مش عارف يقفل نفسه بنفسه الا اذا بقى جه الدكتور وخيطه، لو خيطه الجرح بينقفل. عشان كده معظم جروح السكالب لازم بتتخيط عشان خاطر بتفضل تنزف كتير. بيقول لي كات ووند كانت ريتراكت، كانت ريتراكت معناها الوعاء ما يعرفش يقفل على نفسه، لان في ميكانيزم ربنا خلقه في الجسم ان اي وعاء يتفتح يقوم جاي مضيق نفسه، بتاع السكالب ما يعرفش لانه مشدود جامد. بيقول لي وليدز تو بروفيوز بليدنج، وده يؤدي الى نزيف كبير، بروفيوز بليدنج معناها نزيف مستمر، لان الوول بتاعه البلاد فيسل بتكون فيرملي اتاتش تو التيشو، جدار الوعاء الدموي بيكون ماسك بقوه مع الحاجات اللي حواليه بسبب ان التركيب اصلا كان فايبرس تيشو، ولما يمسك مع اللي حواليه ما يعرفش يضيق نفسه لما ينأذي، وبالتالي يفضل ينزف.
يبقى اول طبقه عندنا اسمها الكونكتيف تيشو، تركيبها كان ايه؟ تركيبها كان فايبرس تيشو، وفيها ايه؟ فيها الفيسل وفيها النيرفز. تركيبها فايبرس تيشو ده بيسمح لنا بحاجه حلوه وحاجه وحشه. الحاجه الحلوه ان هو لو حصل فيها كات ووند ما بيعملش جاب، بتفضل الحدود قريبه من بعض وبالتالي الخلطه تبقى سهله. انما لو الجرح وصل لوعاء دموي، الوعاء الدموي تلاقيه عمال ينزف جامد لانه ما عرفش يضيق نفسه، فضل الفتح اللي فيه موجود الا اذا جيت خيط بقى. ده بالنسبه للطبقه الثانيه اللي اسمها الكونكتيف تيشو او اللي اسمها السوبرفيشال فاشيا. الطبقه الثالثه عندنا اسمها الابونيروسس، وقلنا الابونيروسس ده بتاع عضله اسمها الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، هناخدها حالا ان شاء الله. الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل دي بتكون لها جزئين قدام وجزئين ورا، جزئين في الجبهه قدام وجزئين على الاوكسيبيتال بون ورا. الاربع اجزاء دولت متصلين مع بعض، في حاجه ربطاهم مع بعض، في ورقه كده ورقه فلات ربطاهم مع بعض اسمها الابونيروسس بتاع عضله اسمها الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل. فيقول لي احنا عندنا المصل مكونه من اتنين فرونتال لها جزئين قدام واتنين اوكسيبيتال وجزئين ورا، بيلي معناها جزء من العضله. يعني العضله اللي اسمها الاوكسيبيتو فرونتالس عباره عن اربع اجزاء، جزئين قدام وجزئين ورا، بيقول لي كونكتد توجذر، ماسكين مع بعض بمين؟ بالابونيروس بتاع الاوكسيبيتو فرونتالس مصل. والابونيروسس ده ليه اسمين تانيين، اول اسم اسمه ايبيكرينيال ابونيروسس، ده موجود على السكال، موجود على الكرينيوم، فنسميه ايبي كرينيال اللي على الكرينيوم اللي على السكال، ايبي كرينيال ابونيروسس. او الاسم الثاني بتاعه جاليا ابونيروتيكا، جاليا ابونيروتيكا. وبالتالي الابونيروس بتاع الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، العضله دي هنعرف حالا اهو بعد جزء الليرز على طول هناخدها، العضله دي عباره عن جزئين قدام وجزئين ورا متصلين بابونيروسس. اسمه ايه؟ ثلاث اسماء، يا اسمه ابونيروس بتاع العضله اوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، يا اما اسمه ايبيكرينيال ابونيروسس، يا اما اسمه جاليا ابونيروتيكا. بتيجي كتير جدا في جزء الكومبليت، يقول لك ذا تو فرونتال بيلي اند تو اوكسيبيتال بيلي اوف اوكسيبيتو فرونتاليس ماسل از كونكتد باي، مرتبطين بايه؟ بالاي بكرينيال ابونيروسس او بالجاليا ابونيروتيكا، وهنعرف حالا العضله دي عباره عن ايه. الحاجه اللي عليها الدور بقى، والطبقه اللي عليها الدور اللي هي الطبقه الرابعه، اسمها لوز ارولار تيشو. لوز ارولار تيشو بيقولوا ديت سب ابونيروتيك لاير. سب ابونيروتيك لاير كلمه سب معناها تحت، وابونيروتيك اللي هو الابونيروسس، دي الطبقه اللي تحت الابونيروسس على طول، عشان كده سميناها سب ابونيروتيك لاير. والكلمه المهمه فيها جدا انها ترافيرسد باي اميشري فين، من السكالب للسكال. ترافيرسد باي معناها بيتغلغل فيها، بيمشي فيها الاميشري فينز. ما هي الاميشري فين دي بقى؟ بصوا يا جماعه معايا كويس قوي، احنا عندنا في اوعيه دمويه موجوده بداخل السكال، جوه الجمجمه نفسها في اوعيه دمويه عباره عن فينات كبيره، عباره عن اورده كبيره، وفي عندنا اورده موجوده في السكالب نفسها في جزء الكونكتيف تيشو. ما احنا قايلين الكونكتيف تيشو كان فيه الارترز والنيرفس والفينز، في عندنا اوعيه دمويه تحديدا فينات بره السكال وفينات جوه السكال، في وصله بتكون بين الفينات اللي بره والفينات اللي جوه، بتخترق العظم كده وتقوم جايه رابطه الفينات اللي بره السكال مع الفينات اللي جوه السكال. الفينات اللي بتخترق العظم عشان تربط الفين اللي بره مع الفين اللي جوه دي بنسميها اميشري فين. يبقى الاميشري فين دي بيقول انها موجوده في اللوز ارولار تيشو، دي بنسميها الاميشري فين اللي بتربط السكال بره بالسكال جوه، اللي بتوصل الدم من الفينات اللي موجوده في السكال للفينات اللي موجوده جوه جوه السكال. يعني الاورده ديت يا جماعه بتخترق العظم، وبالتالي دي بتكون حاجه خطيره قوي. ليه بقى؟ اي عدوى تحصل في السكالب، يعني لو واحد جاله دم مثلا في فروه راسه، او لو اتعور تعوره في فروه راسه وحصل لها انفكشن باي عدوى، نيجي نبص نلاقي العدوى دي دخلت على البرين على طول. ليه؟ لان العدوى ديت قامت جايه ماشيه في الاميشري فين، دخلت جوه الاورده اللي موجوده في المخ، قامت جايه عامله اصابه في المخ، وبالتالي المنطقه دي بنسميها دينجرس اريا اوف سكالب. دينجرس اريا اوف سكالب سؤال مهم جدا، ما هي الدينجرس اريا اوف سكالب؟ ما هي المنطقه الخطره في السكالب؟ هي الطبقه الرابعه اللي اسمها لوز ارولار تيشو. اشمعنى؟ لان بيكون ماشي فيها الاميشري فين اللي بيربطه من الاورده بتاعت السكالب مع الاورده بتاعت البرين جوه، وبالتالي اي عدوى بره تقدر توصل للبرين جوه بسهوله. فيقول اتس كولد دينجرس اريا اوف سكالب، دي اسمها المنطقه الخطره، وبتيجي كتير جدا في الامتحانات. يقول لك ويتش وان اوف ذا فولوينج لايرز اوف سكالب از ذا دينجرس اريا، مين من اللايرز بتاعت السكالب هي الدينجرس اريا؟ المنطقه الرابعه اللي اسمها لوز ارولار تيشو.
بيقول لي بيكوز انفكشن، لان اي عدوى كان سبريدتو الكرينيال كافيتي تقدر توصل لتجويف المخ عن طريق الاميشاري فين اللي كانت معديه في الطبقه دي اللي اسمها اللوز ارر تيشو. قلت لحضراتكم الطبقه دي بيكون معدي فيها الاميشاري فين، الاميشاري فين دي بتربط بره بره الجمجمه بجوه الجمجمه، وبالتالي لو حصل اي عدوى بره تقدر تتنقل للكرينيال كافيتي جوه الكرينيال كافيتي اللي هو تجويف المخ، فتعمل عدوى في المخ. زائد ان هو بيقول ان اول 3 طبقات بيكون اتاتشد توجذر، اول 3 طبقات عندنا اللي هم السكين والكونكتيف تيشو والابونيروسس لازقين مع بعض جامد، ماسكين مع بعض، وبالتالي مفيش واحده فيهم تعرف تتحرك بعيد عن التانيه. بس التلاته بيتحركوا مع بعض كطبقه واحده فوق الطبقه الرابعه اللي اسمها اللوز ايرر تيشو. اللوز ايرر تيشو ديت يا جماعه طبقه بتكون طبقه طريه شويه، بتسمح بحركه ال3 طبقات اللي فوقها عليها دي كانها ميه كده، تخلي ال3 طبقات اللي فوقها يتحركوا كانهم طبقه واحده عليها. وهنعرف مين اللي بيعمل الحركه دي حالا، بيقول لي موف اباف الفورث لاير، ال3 طبقات بيكونوا اتاتش توجذر اللي هم السكين والكونكتيف تيشو والابونيروسس، بيكونوا لازقين مع بعض جامد، بس التلاته بيتحركوا كطبقه واحده فوق الطبقه الرابعه. يبقى الطبقه الرابعه ماشي فيها الاميشاري فين وبيتحرك فوقها التلاتة اللي فوقها، واسمها الدينجرس اريا اوف سكالب، وده جزئية مهمة جدا. بالنسبة للبريكرينيوم بقى، ده غلاف العظم بتاع السكال كاب، غلاف العظم بتاع الفوت اوف ذا سكال. فيقول ده الاوتر بريوستيوم، الاوتر بريوستيوم معناه غلاف العظم من ناحية بره، غلاف العظم بتاع السكال من فوق اسمه البريكرينيوم، بيقول ده الاوتر بريوستيوم اوف سكال كاب، ده الغلاف اللي مغلف العظم او اللي مغطي العظم بتاع جزء السكال كاب من ناحيه بره. اكتر من كده مش عاوز، انا عاوز بس ده الاوتر بريوستيوم اوف سكال كاب، غلاف العظم بتاع السكال كاب. ده كده بالنسبه لال4 طبقات بتوع السكالب، هنشوف رسمه ليهم ونقول التفاصيل بتاعتهم تاني كده بسرعه عشان الناس تراجع معايا اللي احنا قلناه، بس في رسمه تانيه بقى تعالوا نبص عليها سوا. الرسمة اللي قدام حضراتكم دي بتشمل السكالب وجزء من العظم وجزء من البرين كمان. فنيجي نبص نلاقي الطبقة اللي فوق في الأول ديت هي عبارة عن السكين، قلنا السكين كان سيك وهيري وفي سويت جلاند وفي سبيشوس جلاند، أكتر من كده مش عاوزين. جينا بعدها قلنا الطبقة التانية دي كانت اسمها الكونكتيف تيشو لاير، اللي كانت فايبرس تيشو، كان فيها كان فيها النيرفس وكان فيها الفيسل، وقلنا إنها بتكون طبقة قوية جدا، وبالتالي لو حصل أي جرح فيها ما يفتحش، إنما لو الجرح جه في الأبونيروسس يفتح. ركزوا في الكلمة دي قوي، الجرح لو في الكونكتيف تيشو بس ما يفتحش، ما يبعدش عن بعض، انما الجرح لو وصل للابونيروس زي ما قلت لكم هيعمل فتح، هيفتح بعيد عن بعضه، ولو حصل اي اذى في الوعاء الدموي بتاع الكونكتيف تيشو اعرف ان هو هيكون صعب يتقفل، وبالتالي بيعمل نزيف جامد. الطبقه اللي بعدها كانت اسمها اللوز ايرر تيشو، دي كانت المنطقه الخطيره بقى، اسف، كانت طبقه الابونيروس الاول بتاع العضله، وبعد كده كانت منطقه اللوز ايرر تيشو اللي كانت المنطقه الخطيره اللي قلنا بيعدي فيها الاميشاري فين. عايزين بقى هنا نوضح ايه الاميشاري فين دول. حضرتك لو جيت بصيت هتلاقي ان في عندنا في فينز اهيت موجوده جوه تجويف المخ، الفينز اللي جوه تجويف المخ بتكون فينز كبيره، بتكون اورده كبيره. بنيجي نبص نلاقي في وريد اللي هو ده، وريد كده قام جاي طالع من طالع من جوه المخ او طالع من جوه الكرينيال كافيتي، مخترق العظم وطالع على بره عشان يوصل مع فين تاني موجود في جزء الكونكتيف تيشو لاير. يعني الكونكتيف تيشو لاير فيها وريد، وجوه الجمجمه نفسه في وريد. نيجي نبص نلاقي كده في وريد قام جاي واصل بينهم هو الاثنين، بنسميه الاميشاري فين. ده كان بيقعد في اللوز ايرر تيشو اللي هي كانت الدينجرس اريا، لان اي عدوى بره في السكالب ممكن توصل للكرينيال كافيتي عن طريق الاميشاري فين اللي كانت معديه في الطبقه الرابعه. والطبقه الاخيره معانا كانت البريوستيوم اللي كان مغلف العظم، ده العظم اللي حضراتكم شايفينه اهو، اللي كان مغلف العظم اللي هو الاوتر بريوستيوم، كنا بنسميه البريكرينيوم او البريوستيوم بتاع السكالب. 5 طبقات، سكين، كونكتيف، ابونيروسس، لوز ادر تيشو، واخيرا كان يجي لنا البريكرينيوم او البريوستيوم. اتكلمنا عن طبقه اسمها الابونيروس بتاع الاوكسيبتو فرونتاليس ماسل، تعالوا بقى نعرف مين هي اصلا الاوكسيبتو فرونتاليس ماسل دي. اللي قدام حضراتكم دي هي العضله اللي اسمها الاوكسيبتو فرونتاليس ماسل. الاوكسيبتو فرونتاليس ماسل يا جماعه اسمها اوكسيبتو فرونتاليس، لان لها جزء على الاوكسيبيتال بون وجزء على الفرونتال بون، والجزئين متصلين مع بعض بالابونيروسس. نيجي نبص نلاقي ان في جزء اسمه الفرونتال بيلي، الفرونتال بيلي هو اللي حضراتكم شايفينه اللي انا هعلم عليه حالا، ده اسمه الفرونتال بيلي. الفرونتال بيلي ده نفسه بيكون عباره عن جزئين اتنين، واحد على كل ناحيه، واحد يمين واحد شمال، وبالتالي بيبقوا تو فرونتال بيليز، جزئين اتنين ناحيه قدام. وتيجي تبص ورا تلاقي ان انا
عندي جزئين اتنين ورا برضو بنسميهم اوكسيبيتال بيلز، بيكونوا جزئين برضو واحد على كل ناحية. يبقى احنا عندنا الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل نفسها عبارة عن جزئين قدام وجزئين ورا. الجزئين اللي قدام اسمهم الفرونتال بيلز، بيكون واحد يمين واحد شمال، والجزئين اللي ورا اسمهم اوكسيبيتال بيلز اللي هما بيكونوا على عظمة الاوكسيبيتال بون، واحد يمين وواحد شمال متصلين مع بعض بده اللي هو الابونيروسس اللي انا معلم عليه حالا. ده بقى ده الجزء اللي هو لونه رمادي شويه، ده كده عباره عن الابونيروسس. وعايزكم برضو تركزوا في حاجه كمان هنا، لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان الفرنتال بيلز قريبين من بعض، مفيش ابونيروسس كبير بينهم. انما لو جينا بصينا على الاوكسيبيتال بيلي هتلاقي ان في جزء ابيض معدي ما بينهم. الفرنتال بيلي بيكونوا لازقين في بعض، انما الاوكسيبيتال بيلي مفصولين على بعض. وهكمل جزئيه هنا واخد جزء بالمره، استغل ان انا فاتح الرسم ديت، فاقول لحضراتكم جزئيه اللي بندرسه في اي عضله. كنا في اي عضله بندرس اوريجين وانسرشن ونيرف سبلاي واكشن، بادئه منين وناهيه فين ومين اللي بيغذيها وايه الاكشن بتاعها. تعالوا ناخد الاوريجين والانسرشن من الرسمه دي. انا هتكلم الاول عن جزء الفرونتال بيلي. الفرونتال بيلي احنا العضله دي يا جماعه بنعملها كانها عضلتين اتنين، لان لها جزء قدام وجزء ورا، وبالتالي بناخد الاوريجن والانسرشن والنيرف سبلاي والاكشن بتاع الجزء اللي قدام، والاوريجن والانسرشن والنيرف سبلاي والاكشن بتاع الجزء اللي في الخلف. هنبدا الاول بفرونتال بيلي. بقول الفرونتال بيلي ده لما بنيجي نبص على الاوريجن بتاعه بنلاقي انها واخده من المنطقه دي كده. المنطقه دي بنسميها السكين والسوبرفيشال فاشيا بتاع الاي براو. احنا عندنا المفروض المنطقه اللي هي الحواجب، الجزء بتاع الجلد والجزء بتاع السوبرفيشال فاشيا اللي موجود في المنطقه دي، تلاقي العضله طالعه منهم، وبالتالي الاوريجن طالع من الجلد والسوبرفيشال فاشيا بتاعه الاي براو اللي هي كانت فوق السوبر سيلاري ارش. وتيجي تبص تلاقي العضله قامت جايه راجعه لورا، الالياف بتاعتها قامت جايه راجعه لورا لحد ما تمسك في الابيكرينيا الابونيروسس، لحد ما تمسك في الابونيروسس. يعني هي تبدا من السكين والسوبرفيشال فاشيا بتاعت الاي براو وتقوم جايه راجعه ناحيه ورا حاطه في الابونيروسس. تيجي على الجزء اللي ورا تلاقيه طالع من الخط اللي لو فاكرين اللي هو كان اعلى خط خالص اللي كان اسمه هايست نيوكال لاين. لو فاكرين كان في حاجه اسمها سوبيريور نيوكال لاين وانفيريور نيوكال لاين، واللي كان فوقهم كلهم كان اسمه هايست نيوكال لاين. نيجي نبص نلاقي ناحيه ورا العضلتين طالعين من حته اسمها هايست نيوكال لاين، وقاموا جايين طالعين لفوق حاطين الانسرشن بتاعهم في الابونيروسس برضه، وبالتالي الانسرشن بيكون في الابونيروسس. يعني الجزئين الاثنين تلاقوهم طالعين من مكان وحاطين انسرشن في الابونيروسس، وقام جاي الابونيروسس جايب واصل الجزء اللي قدام بالجزء اللي ورا. تلاقي الجزء اللي قدام اللي اسمه الفرونتال بيلي طالع من السكين والسوبرفيشال فاشيا بتاع الاي براو ورجع لورا حط انسرشن في الابونيروسس. الجزء اللي اسمه الاوكسيبيتال بيلي تلاقيه طالع من الهايست نيوكال لاين وقام جاي طالع لفوق حاطط في الابونيروسس. يبقى هي عباره عن تو فرونتال بيلي وتو اوكسيبيتال بيلي متصلين بحاجه في النص اللي هي الابونيروسس. وبالتالي اقدر حالا اقول لك بقى ان الابونيروسس ده الانسرشن بتاع الفرونتال بيلي والاوكسيبيتال بيلي. ده المكان اللي بيتحط فيه الفرونتال بيلي والمكان اللي بيتحط فيه الاوكسيبيتال بيلي. ده العضله اللي كانت اسمها الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل. تعالى ناخد جزء النظري بتاعها بقى ونشوف الكلام اللي مكتوب فيه عشان ناخد جزئيه النيرف سبلاي وناخد جزئيه الاكشن برضه بالمره. العضله الوحيده اللي معانا في السكالب اسمها الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، وقلنا سميناها اوكسيبيتو فرونتاليس لان ليها جزء في الاوكسيبيتال بون وجزء في الفرونتال بون، وبالتالي جزئين اتنين، فسمينا العضله بالجزئين الاثنين الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل. يبدا اول حاجه فيها ويقول انها مكونه من تو فرونتال بيلز زي ما شفنا حالا وتو اوكسيبيتال بيلز، واتنين كان ورا وكانوا متصلين بابونيروسس اللي هو كان اسمه الايبيكرينيال ابونيروسس، او اللي كان اسمه الابونيروس اوكسيتو فرونتاليس ماسل، او اللي كان اسمه الجاليا ابونيروتيكا. بس لما يجيب لك في الامتحان كومبليت يقول لك التو فرونتال بيلي والتو اوكسيبيتال بيلي متصلين بايه، ما تقولوش بقى الابونيروس بتاع الاوكسيتو فرونتاليس، لا تقول له الايبيكرينيال ابونيروس. يبقى هي جزئين قدام وجزئين ورا متصلين بابونيروس اسمه الايبيكرينيال ابونيروس. وقلنا ان الفرونتال بيلي كانوا قريبين من بعض، انما الاوكسيبيتال بيلي كانوا مفصولين شويه عن بعض. فيقول لحضراتكم ذا تو فرونتال بيلي ار كلوز توجذر، الجزئين اللي قدام بيكونوا قريبين من بعض. بات ذا تو اوكسيبيتال بيلي ار سيبريتد باي الابيكرينيال ابونيروسس، الجزئين اللي قدام كانوا قريبين من بعض وما كانش في ابونيروسس كبير داخل ما بينهم، لو خدتوا بالكم الرسمه اللي وضحتها حالا. انما الجزئين اللي ورا تلاقوهم مفصولين عن بعض بابونيروسس معدي ما بينهم، حتى موجوده في الرسمه هنا هي تلاقي ان الفرونتال بيليز قريبين من بعض، انما الاوكسيبيتال البيلي تلاقوهم مفصولين عن بعض وفي خط رمادي معدي ما بينهم اهو، اللي هو ده كان عباره عن الابونيروسس.
قلنا انها كانت تو بيليز، حاجه اسمها الفرونتال بيلي وحاجه اسمها الاوكسيبيتال بيلي، وكان كل واحد منهم اتنين، لان هما كانوا تو فرونتال بيلي واحد يمين واحد شمال، وتو اوكسيبيتال بيليز واحد يمين واحد شمال. في كل واحد من دول هناخد الاوريجن والانسرشن والنيرف سبلاي والاكشن بتوع الفرونتال بيليز، والاوريجن والانسرشن والنيرف سبلاي والاكشن بتوع الاوكسيبيتال بيليز. اوريجن وانسرشن اظن ان احنا قلناه، الانسرشن بتاع الاثنين هو الهيبيكرينال ابونيروسس، فتلاقيه جاي يقول لك الانسرشن هنا هو الابيكرينال ابونيروسس، ورا في الابيكرينال ابونيروسس لانها بتكون من قدام وترجع لورا، انما بتاعه الاوكسيبيتال بتكون ورا وتروح لقدام، فبالتالي يقول انتيريور في الابيكرينال ابونيروسس. انا عاوز بس كلمه ابيكرينال ابونيروسس، ده كان الانسرشن بتاع الفرونتال بيليز والاوكسيبيتال بيلي هو الابيكرينال ابونيروسس زي ما شرحنا حالا. امال الاوريجين كان ايه؟ لو تفتكروا اللي قدام كانوا طالعين من الجلد والسوبرفيشال فاشيا بتوع الحواجب، فيقول لحضراتكم السكين وسوبرفيشال فاشيا اوف الاي براو اند الفور هيد، وجزء الجبهه، يعني هو ده حاطط في الجلد. وساعه ما اقول لحضرتك اي عضله حاطه في الجلد او ليها علاقه بالجلد تقول لي يبقى بتعمل تعبير، بتعمل اكسبريشن. هنعرف دلوقتي دي قاعده عامه، اي عضله بتكون حاطه في جلد او لها علاقه بالجلد تقول لي بتعمل اكسبريشن على طول. دي بتكون طالعه من الجلد والسوبرفيشال فاشيا بتاعه جزء الاي براو وبتاع السكالب وبتاع الفور هيد، اسف، عشان تحط في الابيكرينيال ابونيروسس. امال الجزء الاوكسيبيتال لو فاكرين كان طالع منين؟ كان طالع من الهايست نيوكال لاين، وقام جاي حاطط في الابيكرينيال ابونيروسس. تعالوا ناخد الاكشن بتاعهم قبل ما ناخد النيرف سبلاي. بالنسبه للاكشن بيقول ان الجزء الفرونتال بيلي ده كان اتاتشد بسكين، ماسك في جلد، والقاعده كانت بتقول اي حاجه ماسكه في جلد بتعمل اكسبريشن، بتعمل تعبير. فلما تكون الفرونتال بيلي ماسك في الحواجب، الجلد بتاع الحواجب، يقول لك دي اللي بترفع الحواجب لفوق اثناء الدهشه، ساعه ما حد يندهش تلاقيه جاي يعني الحواجب طلعت لفوق كده وعينه فنجلت جامد. لما الحواجب تطلع لفوق اللي بيعمل دي هو الفرونتال بيلي اوف اوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، فيقول لي ريز الاي براو، بيرفع الحواجب لفوق از ان سربرايز اكسبريشن، زي في حاله الدهشه اللي بيعمل دي هي الفرونتال بيلي. انما الاوكسيبيتال بيلي كانت بتعمل ايه؟ لو فاكرين من حالا كنا قلنا الثلاث طبقات اللي كانوا واحد واثنين وثلاثه في السكالب كانوا ماسكين مع بعض كانهم طبقه واحده، وكانوا بيتحركوا فوق الطبقه الرابعه. ايه اللي بيخلي الثلاثه بقى يتحركوا فوق الرابعه؟ هي الاوكسيبيتال بيلي اوف اوكسيدو فرونتاليس ماسل، وبالتالي بيقول موف السوبرفيشال 3 لايرز، بتحرك الثلاث طبقات اللي فوق بتاع السكالب باكورد ناحيه ورا اوفر الفورس على الطبقه الرابعه. قلنا الثلاثه الاولانيين بيكونوا لازقين مع بعض كانهم طبقه واحده ويتحركوا فوق الرابعه، يتحركوا في انهي اتجاه؟ ناحيه ورا. مين اللي اتحركهم؟ الاوكسيبيتال بيلي بتاع الاوكسيدو فرونتاليس ماسل. يبقى لغايه دلوقتي خدنا ان الاوكسيدو فرونتاليس ماسل دي كانت تو فرونتال وتو اوكسيبيتال ماسكين مع بعض بحاجه اسمها الابيكرينال ابونيروسس، الاثنين اللي قدام قريبين من بعض والاثنين اللي ورا بيكونوا منفصلين عن بعض بالابونيروسس. الاوريجين بتاع اللي قدام كان سكين وسوبرفيشال فاشيا اي براو وفور هيد، وحاطط في الابونيروسس عشان يعمل الاكسبريشن اللي هو كان بتاع السربرايز، يرفع الاي براو لفوق. بالنسبه للاوكسيبيتال كانوا طالعين من الهايست نيوكال لاين لحد الابونيروسس، وكانوا بيحركهم اول ثلاثه على الطبقه الرابعه بتاعه السكالب. بقالي النيرف سبلاي بقى، النيرف سبلاي معناها ايه؟ العصب اللي بيغذي العضله دي. ولازم تعرف ان اي عصب هقول لك او اي عضله تقابلنا واقول لك مين اللي بيغذيها، غالبا 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 هتقول لي عصب اسمه الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف ده هو الكرينيال نيرف رقم 7، العصب المخي رقم 7، ده اللي بيغذي تقريبا كل العضلات بتاعه السكالب وبتاعه الفيس. اي عضله هناخدها في السكالب او في الفيس، سواء فروه الراس او في الوجه، بيغذيها الفيشيال نيرف. والفيشيال نيرف ده هنعرف ان هو بيدي 8 برانشات، بيدي 3 في الاول وبعد كده في الاخر بيدي 5، يعني الاجمالي بيكون 8، منهم 6 هنحتاجهم في السكالب والفيس، يعني هو في منه 2 هنحتاجهم في النك وفي 6 هنحتاجهم في السكالب والفيس. هنحتاج النهارده حالا او هنتكلم حالا عن 2 من ال6 دول. بيكون عندنا في واحد طالع معدي كده من الاول، يعني لو حاطط ايدك عند الاذن كده وقمت جاي طالع لقدام فوق الحواجب، هتحط ايدك عند الجزء بتاع الاير، عند نص الاير بالظبط، واطلع بصبعك فوق الحواجب، بتلاقي في عصب هنا اسمه التيمبورال برانش. البرانش اللي موجود في الحته دي اسمه التيمبورال برانش بتاع الفيشيال نيرف. احنا قلنا اللي هيغذي اي عضله موجوده في السكالب او في الفيس هو الفيشيال نيرف.
الفيشيال نيرف بيطلع 8 برانشات، هناخده ان شاء الله في جزء الفيس بالتفصيل، بيطلع 8 برانشات. انا هحتاج في الهيد كام؟ هحتاج منهم 6. النهارده هاخد 2، واحد بيطلع من عند الاذن طالع لفوق عند الفور هيد كده عند الجبهه اسمه التيمورال، وواحد بيكون طالع ورا الودن. يعني انت لو حاطط ايدك ورا الاذن وطلعت خط كده ورا الاذن، في عصب ماشي هنا من الفيشيال نيرف ورا الاذن، فنسميه بوستيريور اوريكولار. اوريكولار معناها الاوريكل اللي هي الجزء بتاع الاذن الخارجيه ده، بتلاقي العصب ده ماشي ورا الاذن على طول، فنسميه البوستيريور اوريكولار برانش اوف الفيشيال نيرف، العصب اللي اسمه البوستيريور اوريكولار اللي بتاع الفيشيال نيرف. يبقى الفيشيال نيرف يا جماعه محتاجين منه برانشين اتنين حالا، واحد اسمه التيمبرال، والتيمبرال ده بيمشي طالع من عند الاذن كده ورايح فوق لجزء الجبهه، ده رايح للفرونتال بيلي، وواحد تاني تلاقيه ماشي ورا الاذن رايح للاوكسيبيتال بيلي. يبقى الفرونتال بيلي بتتغذى بالفيشيال نيرف، والاوكسيبيتال بيلي بتتغذى بالفيشيال نيرف برضه، ولكن ببرانشات مختلفه. الفرونتال كانت بتتغذى بالتيمبرال، بالبرانش اللي اسمه التيمبرال، لحد ما ناخد التفاصيل ان شاء الله في جزء الفيس، وجزء الاوكسيبيتال كان بيغذى بالبوستيريور اوريكولار برانش بتاع الفيشيال نيرف برضه. يبقى العضله اسمها اوكسيبو فرونتاليس، تو فرونتال بيلي وتو اوكسيبيتال بيلس كونكتد بابيكرينيال ابونيروس، الاثنين اللي قدام قريبين من بعض، الاثنين اللي ورا منفصلين عن بعض، الانسرشن بتاع الاثنين هو الابيكرينيال ابونيروسس، اللي قدام طالع من السكينو سوبرفيشال فاشيا بتاعت الاي براو، اللي ورا طالع من الهايست نيوكال لاين، اللي قدام كانت بترفع الحواجب، اللي ورا كانت بتحرك الثلاثه فوق الرابعه، اللي قدام كانت تيمبرال برانش، واللي ورا بوستيرور اوريكولار برانش، والاثنين بتوع الفيشيال نيرف. ده كده العضله اللي اسمها الاوكسيبو فرونتاليس ماسل. كده خدنا اللاير وخدنا المصل بتاعت سكالب، تعالوا نخش بقى على النيرف سبلاي والارتيريال سبلاي والفينوس درينج، ونختم في الاخر بالليمفاتيك درينج بتاع السكالب. العنوان اللي عليه الدور معانا هو النيرف سبلاي اوف سكالب. نيرف سبلاي اوف سكالب معناها الاعصاب اللي موجوده في السكالب. السكالب يا جماعه بيكون فيها اعصاب كتيره جدا، بس احنا لازم بيكون عندنا تقسيمه كده بنعرفها الاول، ان احنا بنقسم طبعا السكالب هي الجزئيه اللي هي فوق دي، الجزء اللي فوق الخط ده هو السكالب. السكالب دي بيقول ان احنا بنقسمها نصين اتنين، النصين الاتنين دول بيكونوا عبارة عن خط معدي على الاذن كده، جزء بيكون قدام الاوريكل اللي هو الجزئية دي، وجزء تاني بيكون ورا الاوريكل اللي هي الجزئية دي. يبقى السكالب عندنا بناء على الارتيريال سبلاي والنيرف سبلاي، بناء على تغذية الاعصاب وتغذية الشرايين، بنقسمها جزئين اتنين، جزء بنقول عليه ان فرونت اوف الاوريكل، قدام الاوريكل اللي هو المربع ده كده، ده بنسميها سكالب ان فرونت اوف الاوريكل، وجزء تاني بيكون ورا الاوريكل اللي هو المربع اللي انا عامله التاني ده، ده بنسميها السكالب بيهايند الاوريكل. ده بيكون ليه تفاصيل خاصة بيه وده ليه تفاصيل خاصة بيه، كل واحد منهم بيكون منفصل عن التاني في التغذية بتاعته، سيان بالاعصاب او سيان بالشرايين. تعالوا بقى نبص على التفاصيل، بس لازم تعرف ان احنا بنقسمها جزئين، جزء قدام الاوركل وجزء ورا الاوركل. نشوف التفاصيل بتاع النظري ونرجع تاني للرسمه دي، نشوف النيرفز كلها عليها. العنوان بتاعنا بيقول نيرف سبلاي اوف سكالب. نيرف سبلاي اوف سكالب معناها الاعصاب بتاعه فروه الراس. الاعصاب بتاعه فروه الراس يا جماعه انا عامل لحضراتكم تقسيمه الاول، اهي اعتقد ان شاء الله انها هتسهل الموضوع جدا. يعني انا عامل لك التقسيمه دي الاول، دي تتصم حرفيا، دي تتصم، لانها معظم اسئله الامتحانات بتيجي من التقسيمه دي مش من التفاصيل، وبالتالي التقسيمه دي حرفيا تتصم. ده جزء النيرف سبلاي كله في الجزء السكيم اللي انا عامله لك ده. بيقول ان احنا عندنا النيرف سبلاي اوف سكالب بيكونوا عباره عن 20 عصب، عندنا 20 نيرف بيكونوا موجودين في السكالب، 20 عصب، واحد على كل ناحية، آسف، نصهم على كل ناحية، يعني تلاقي فيه 10 ناحية اليمين و10 ناحية الشمال. يبقى احنا مبدئيا كده عندنا كام عصب في السكالب كلها؟ عندنا 20، 10 يمين وزيهم بالظبط 10 شمال، فاحنا هناخد نص واحد نتكلم عنه، واكيد النص التاني يكون زيه. بيقول ان ال10 دولت بيكونوا 5 قدام الاوريكل و5 ورا الاوريكل، يعني احنا بنقسم السكالب زي ما قلنا قدام الاوريكل وورا الاوريكل، ونقوم جايين مقسمين السكالب نفسها نصين، نص يمين ونص شمال، يبقى انت قسمتها 4 ارباع، ربع يمين قدام الاوركل وربع يمين ورا الاوركل، ربع شمال قدام الاوركل وربع شمال ورا الاوركل، كل ربع من دول بيكون فيه 5 اعصاب. عايزين ناخد الاول ال5 اعصاب اللي بيكونوا قدام الاوركل، وبعد كده عندنا 5 اعصاب بيكونوا ورا الاوركل. يبقى انت مبدئيا انت عندك كام عصب في السكالب كلها؟ 20. كام على كام يمين وكام شمال؟ 10 يمين و10 شمال. كام قدام الاوركل وكام ورا الاوركل؟ 5 قدام الاوركل و5 ورا الاوركل. وكل الخمسه دولت لما بنيجي نتكلم عنهم بيقول لي دايما بنلاقيهم 4 سنسوري، 4 خاصين بالاحساس، وواحد موتور خاص بالحركه. هتروح الناحيه الثانيه برضه تلاقي في 4 سنسوري وواحد موتور. ده بيقول لك بنقسم ال 20 ازاي؟ هم 20، 10 يمين و10 شمال،
بالنسبه لليمين والشمال بيكون خمسه قدام الاوريكل وخمسه ورا الاوريكل. الخمسه دول منهم اربعه بتوع احساس ومنهم واحد بتوع حركه، واحنا متفقين ان اي عصب موتور بتاع عضله اتكلم عنه تقول لي جاي منين؟ جاي من الفيشيال نيرف. عشان كده تلاقيه بيقول لك الموتور بيكون جاي من الفيشيال نيرف، الناحيه الثانيه بيقول لك الموتور برده جاي من الفيشيال نيرف. يبقى احنا عندنا ان اي موتور هنتكلم عنه بيكون جاي من الفيشيال نيرف اللي هو العصب الكرينيال رقم سبعه، هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في جزء الفيس. الاختلاف عندنا في السنسوري، السنسوري قدام الاوريكل جايين من مكان والسنسوري ورا الاوريكل جايين من مكان تاني. بيقول لحضراتكم ان العصب الاساسي في الحركه عندنا في السكالب والفيس هو الفيشيال، والعصب الاساسي في الاحساس عندنا في السكالب والفيس هو الترايجيمينال. قاعده اهي، العصب الاساسي عندنا كموتور بتاع حركه بتاع عضلات سيان سكالب او فيس بيبقى الفيشيال، انما العصب السنسوري الاساسي في السكالب والفيس هو الترايجيمينال، والترايجيمينال ده العصب الكرينيال رقم خمسه. الفيشيال هو العصب المخ رقم سبعه، انما الترايجيمينال ده العصب رقم خمسه. عشان كده يقول لحضرتك لو احنا اتكلمنا عن جزء السنسوري بتاع السكالب قدام الاوريكل ده بيغذى بالعصب الاساسي بتاعنا اللي اسمه الترايجيمينال نيرف اللي هو العصب الخاص بالاحساس بتاع السكالب والفيس. انما لما نيجي على الجزء اللي ورا الاوريكل بقى، الجزء اللي ورا الاوريكل ده خاص بمنطقه الاوكسيبيتال بون شويه. نيجي نبص هنا نلاقي ان في اعصاب، الاعصاب دي طالعه من الحبل الشوكي من منطقه السيرفايكال. احنا عارفين في الفسيولوجي او خدنا الكلام ده في الفسيولوجي ان الحبل الشوكي كان بيطلع حاجه اسمها الاعصاب الشوكيه. الاعصاب الشوكيه دي كان في منها بيطلع من منطقه الرقبه وبيطلع من منطقه الظهر ومنطقه البطن وهكذا. يقول لي نيجي نبص نلاقي الاعصاب اللي طالعه من منطقه الرقبه، الاعصاب اللي طالعه من الحبل الشوكي في منطقه الرقبه ما بيطلعش كل واحد لوحده، لا ده يوم جايين مندمجين مع بعض، يوم جايين مدفرين مع بعض، عاملين ضفيره عصبيه اسمها سيرفايكال بليكسس. السيرفايكال بليكسس دي عباره عن ان الاعصاب اللي طالعه من الحبل الشوكي في منطقه الرقبه ما بيطلعش كل واحد لوحده، ويقوموا جايين عاملين ضفيره. الضفيره دي بنسميها سيرفايكال بليكسس، ودي اللي بيطلع منها الاعصاب السنسور اللي بتغذي السكالب بيهايند الاوريكل. تاني الحته دي بقى كده عشان ندمج الكلام كله مع بعضه. بول النيرف سبلاي بتاع السكالب بيكون عددهم كام؟ 20. كام يمين وكام شمال؟ 10 يمين و10 شمال. كام قدام الاوريكل وكام ورا الاوريكل؟ خمسه قدام الاوريكل وخمسه ورا الاوريكل. الخمسه دولت كام سنسوري؟ اربعه سنسوري. وكام موتور؟ واحد موتور. تعالوا نثبت الموتور قدام الاوريكل ورا الاوريكل طالع من الفيشيال نيرف، انما السنسوري قدام الاوريكل طالع من الترايجيمينال نيرف، والسنسوري ورا الاوريكل طالع من السيرفايكال بليكسس. ده الاختلاف عندنا، ان الاعصاب السنسوري اللي كانت ان فرونت اوف الاوريكل جايه من عصب اسمه الترايجيمينال نيرف، انما اللي كانت طالعه من او الجزء اللي مغذي السكالب بيهايند الاوريكل كان اسمه او طالع من السيرفايكال بليكسس. يقول لك لهم سكيما بقى، احنا عاوزين نعرف حالا خمس اسماء، خمس برانشات هنتكلم عنهم قدام الاوريكل ورا الاوريكل. الخمسة اللي قدام الاوريكل بيكونوا كالآتي: اتنين صبرا وتلاتة تيمبرال. اتنين صبرا وتلاتة تيمبرال. يقول لك عندي واحد اسمه صبرا تروكلير، واحد اسمه صبرا اوربيتال، ادي اتنين صبرا، ثم زيجوماتيكو تيمبرال اوريكولو تيمبرال وتيمبرال، ادي التلاتة تيمبرال. عندك اتنين صبرا وتلاتة تيمبرال، صبرا تروكلير وصبرا اوربيتال، زيجوماتيكو تيمبرال واوريكولو تيمبرال والتيمبرال. نحفظ اسماء حالا لحد ما نتكلم عن التفاصيل. انما بالنسبه للي بيهايند الاوريكل بيقول لي اتنين اوريكولار وتلاته اوكسيبيتال، اتنين اوريكولار وتلاته اوكسيبيتال. عندنا واحد اسمه جريتر اوريكولار وعندنا واحد اسمه بوستيريور اوريكولار، والاوكسيبيتال عندنا ليسر اوكسيبيتال وجريتر اوكسيبيتال وسيرد اوكسيبيتال. دي اسماء يا جماعه. بيجي يقول لحضراتكم كده سؤال: انيوميريت النيرف بتاعت السكالب ان فرونت اوف الاوريكل، انيوميريت النيرف بتاعت السكالب بيهايند الاوريكل وهكذا. يبقى تقوم جاي قايل له الخمسه دولت اللي قدام الاوريكل كانوا سوبرا تروكلير سوبرا اوربيتال زيجوماتيك وتيمبرال اوريكول وتيمبرال والتيمبرال، واول اربعه سنسوري والتيمبرال ده موتور. تروح الناحيه الثانيه تلاقي جريت اوريكولار ليسر اوكسيبيتال جريتر اوكسيبيتال سيرد اوكسيبيتال والبوستير اوريكولار، اول اربعه سنسوري والاخير موتور. ومش محتاج ان انا اقول لحضراتكم لاننا لسه واخدين عضله حالا اسمها الاوكسيدو فرونتاليس ماسل، الفرونتال بيلي بتاعها كان بيتغذى بالتيمبرال نيرف، والاوكسيبيتال بيلي بتاعها كان بيتغذى بالبوستير اوريكولار نيرف، وبالتالي التيمبرال والبوستير اوريكولار ده اللي كانوا بيغذوا من الجزئين بتوع الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، وبالتالي هم الموتور. انما السوبرا تروكلير سوبرا اوربيتال زيجوماتيك وتيمبرال اوريكولو تيمبرال دولت الاربعه سنسور اللي قدام الاوركل
جريت اوريكولار لسر جريت اوريكولار لسر اوكسيبيتال جريتر اوكسيبيتال سيرد اوكسيبيتال، دولت الاربعه سنسوري اللي كانوا ورا الاوريكل. نقول التقسيمه بقى تاني كلها مع بعض، عندنا كام عصب؟ عندنا 20 عصب، 10 يمين و10 شمال، خمسه قدام الاوريكل وخمسه ورا الاوريكل، منهم اربعه سنسوري وواحد موتور. الاربعه سنسوري قدام الاوريكل طالعين من الترايجيمينال اللي هم سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال، زيجوماتيك وتيمبرال، اوريكل وتيمبرال. الاربعه سنسوري اللي كانوا ورا الاوريكل طالعين من السيرفايكال بليكسس اللي هم كانوا جريت اوريكولار ليسر اوكسيبيتال جريتر اوكسيبيتال سيرد اوكسيبيتال. الموتور قدام الاوريكل ورا الاوريكل طالع من الفيشيال نيرف اللي قدام الاوريكل كان اسمه تيمبرال، اللي ورا الاوريكل كان اسمه بوستير اوريكولار. وبالتالي بقت السكيم قدام الاوريكل اتنين سوبرا وتلاته تيمبرال، سوبرا تروكلير سوبرا اوربيتال زي جوماتيك وتيمبرال اوريكول وتيمبرال والتيمبرال. والسكيم بيهايند الاوريكل كان اتنين اوريكولار وتلاته اوكسيبيتال، جريت اوريكولار وبوستيرور اوريكولار ليسر اوكسيبيتال وجريتر اوكسيبيتال وسيرد اوكسيبيتال. نتكلم عنهم تفاصيل شويه بقى. نبدا اول حاجه بيه النيرفس ان فرونت اوف الاوريكل، الاعصاب اللي موجوده قدام الاوريكل اللي هم كانوا خمسه سوبرا تروكلير سوبرا اوربيتال زيجوماتيك وتيمبرال اوريكول وتيمبرال والتيمبرال. قبل ما اتكلم عنهم عاوز اقول لكم معلومه مهمه جدا، هو عيب الجزئيه دي سيان هنا حالا ناخدها في السكالب وناخدها في الفيس، ان هو بيقول لك تفاصيل انت هتاخدها لسه قدام في نص المنهج بالتفصيل. يعني الترايجيمينال نيرف ده مثلا هتلاقونا قدام في جزء الانفرا تيمبرال فوسه بنتكلم عنه بالتفصيل، بس حالا تلاقيه جايب لك منه اجزاء انت لسه ما درستهاش اصلا. وبالتالي الحاجات اللي احنا عاوزينها حالا مجرد اسماء، عاوزين نعرف بس اسماء كده بدون الدخول في تفاصيل خالص عشان نعرف الاسماء ديت هي عباره عن ايه، مجرد اسماء بدون دخول في تفاصيل، لان التفاصيل لسه جايه لنا قدام في جزء الانفرا تيمبرال فوسه ان شاء الله، ونتكلم عنها بقى بالتفصيل ونرجع نقول الاجزاء دي تاني لانها هتلاقيها متعادة هناك تاني. الترايجيمينال نيرف عندنا كلمة ترايجيمينال معناها ثلاثي الأجزاء، بيكون في ثلاث أجزاء. الترايجيمينال ده بيكون عبارة عن ثلاث أعصاب، عصب خاص بالعين اسمه أوفسالميك نيرف، وعصب خاص بالفك العلوي اسمه ماكزيلاري نيرف، وعصب خاص بالفك السفلي اسمه مانديبولار نيرف. يبقى الترايجيمينال تراي معناه ثلاثي الأجزاء، في ثلاث أجزاء، جزء للعين اسمه أوفسالميك، وجزء للفك العلوي اسمه ماجزيلاري، وجزء للفك السفلي اسمه مانديبولار. كل عصب من دول هنتكلم عنه بالتفصيل ونعرف ان هو بيطلع اعصاب كتيره. اللي احنا هناخدهم حالا دول دي عباره عن برانشات كانت طالعه من الاعصاب الكبيره اللي احنا قلناها دي. يعني هتلاقينا مثلا حالا بنقول ان السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال ده طالعين من العصب اللي اسمه الاوفسالميك اللي كان عصب اصلا من الترايجيمينال. هتلاقي لما نيجي نتكلم عن الزيجوماتيك وتمبرا اقول لك ده برانش من الماجزيلاري نيرف، لما نيجي نتكلم عن الاوريكول وتمبرا هتلاقيني بقول لك ده برانش من المانديبولار نيرف. يبقى انت لازم تعرف لي ان الترايجيمينال نيرف كان ثلاث اعصاب، اوفسالميك وماجزيلاري ومانديبولار. الترايجيمينال كان ثلاثه، اوفسالميك وماجزيلاري ومانديبولر. الاوفسالميك يدي اول اتنين سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال، الماجزيلاري يدي التالت زي جوماتيك وتيمبرال، المانديبولر يدي الرابع اوريكولو وتيمبرال. يبقى كلهم اجمالي طالعين من الترايجيمينال. ناخد اول واحد اللي اسمه السوبرا تروكلير نيرف، وقلنا ده بيكون سنسوري. سوبرا تروكلير نيرف ده سنسوري، العصب ده يا جماعه بيقول ان هو برانش من الاوفسالميك نيرف. عاوزك بس تعلمني على كلمه برانش من الاوفسالميك نيرف، ولما نروح للاوفسالميك نيرف يبقى نعرف ان في فرونتال ديفيجن وفي بوستيرور ديفيجن، يبقى نتكلم عنه ساعتها بالتفصيل ان شاء الله. بس انا عاوز حالا بس احنا نعرف ان هو في فرونتال ولاكريمال ونيز وسيلاري، مش عاوز اي حاجه من الحاجات دي حالا. انا عاوز ان السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال الاثنين برانشات من الاوفسالميك نيرف، اكتر من كده مش عاوز. السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال الاثنين برانشات من الاوفسالميك نيرف اللي هو كان برانش من ضمن الترايجيمينال نيرف. الاجزاء اللي انا هقولها حالا دي قراءه، الاجزاء الحفظ انا قلتها ان هو الاثنين برانشات من الاوفسالميك، اللي هقوله حالا ده قراءه. يقول لي بالنسبه للسوبرا تروكلير ده بيطلع كلوستو الميد لاين، يعني بيكون طالع تقريبا قريب من النص بالظبط، تلاقوا ان هو بيكون ميديال قوي لحد ما، وبيكون طالع معاه ارتري اسمه سوبرا تروكلير ارتري، هنعرفه برده حالا ان شاء الله. احنا هنلاقي يا جماعه ان اي نيرف باسم ماشي معاه ارتري باسمه ماشي معاه فين باسمه، يعني هتلاقي في حاجه اسمها سوبرا تروكلير نيرف وسوبرا تروكلير ارتري وسوبرا تروكلير فين، هتلاقي العصب بنفس اسم الشريان بنفس اسم الوريد في نفس المكان بالظبط، الثلاثه ماشيين مع بعض. فيقول لحضرتك ان السوبرا تروكلير نيرف بيكون ماشي مع السوبرا تروكلير ارتري زي ما هناخد حالا، وده بيكون ميديال قوي، يعني بيكون تقريبا ماشي تقريبا كده عند النص بتاع السكال بالظبط.
نيجي بالنسبه للسوبرا اوربيتال، يقول لك ده بيكون لاترال شويه للسوبرا تروكلير، يعني انت بتلاقي الجزء الميديال سوبرا تروكلير، تروح ناحيه بره شويه تلاقي السوبرا اوربيتال. فالسوبرا اوربيتال ده انا عايزك بس تعرفي في معلومه ان هو كان بيكون موجود جوه العين اصلا، بيكون موجود جوه تجويف العين، ويسيب تجويف العين عن طريق حاجه اسمها السوبرا اوربيتال فورامين. فاكرين لما قلت لحضراتكم في الاول خالص كان عندنا في قرش كده، القرش ده كان فيه فتحه صغيره يا اما مفتوحه يا اما مقفوله، لو مفتوحه نوتش لو مقفوله بنسميها فورامين، كانت اسمها السوبرا اوربيتال نوتش او السوبرا اوربيتال فورامين، لان بيطلع منها السوبرا اوربيتال نيرف والسوبرا اوربيتال ارتري. السوبرا اوربيتال نيرف والسوبرا اوربيتال ارتري كانوا بيطلعوا من الفتحه دي، فيقول لحضراتكم انها ليفل اوربت، بتسيب تجويف العين عن طريق السوبرا اوربيتال نوتش، ويكون ماشي معاها السوبرا اوربيتال ارتري عشان يطلع لاترال للسوبرا تروكلير، بيكون ماشي جنب السوبرا تروكلير، وده بيغذي الجلد بتاع النص الامامي من السكالب كله. الاثنين مع بعض بيغذوا الجلد تقريبا لحد نص السكالب كده، اللي هو كان لحد نص الخط او الخط اللي كان مرسوم اللي هو قدام الاوريكل وورا الاوريكل، دول بيغذوا تقريبا النص الامامي كله اللي هو الجزء اللي قدام الاوريكل كله. يبقى احنا عندنا عاوزك هنا تعرف لي ايه؟ تعرف ان النيرف اللي قدام الاوريكل كانوا يا اما سوبرا تروكلير يا اما سوبرا اوربيتال، الاثنين طالعين من الاوفسالميك والاثنين بيغذوا النص الامامي من الجلد بتاع السكالب، اكتر من كده مش عاوز. تعالوا ناخد الثلاثه اللي بعدهم اللي هم الزيجوماتيك وتمبرال والاوريكول وتمبرال والتمبرال. يجي لنا بعد كده زيجوماتيك وتمبرال، ده بيكون سنسوري، اوريكول وتمبرال بيكون سنسوري، والتمبرال ده بتاع الفيشيال نيرف اللي بيكون موتور، اللي قلنا ان هو كان بيغذي الفرونتال بيلي اوكسيبو فرونتاليس ماسل، ده المعلومه اللي انا عاوزها، كان بيغذي الفرونتال بيلي اوف اوكسيبيتو فرونتاليس ماسل. وفي معلومه عاوزك تزودها لي في جزء المصل، اوكسيبيتو فرونتاليس ماسل يا جماعه كان لها جزء اسمه فرونتال بيلي، الفرونتال بيلي ده بيكون ماسك مع عضله بتكون لفه حوالين العين، العضله اللي لفه حوالين العين دي اسمها اوربيكولاريس اوكيولاي، اوربيكولاريس اوكيولاي. يقول لي تلاقي الفرونتال بيلي وهي طالعه، طالعه من الجلد بتاع الحواجب وجزء الجبهه، بس متصله بعضله كمان اسمها اوربيكولاريس اوكيولاي. فتلاقي التمبورال نيرف اللي كان بيغذي الفرونتال بيلي بتاع اوكسيدو فرونتاليس ماسل بيغذي معاه كمان العضله اللي ماسكه فيها اللي اسمها اوربيكولاريس اوكيولاي. يبقى انا عاوز تعرف لي الاثنين دول بس، ان التمبرال اللي هو الموتور قلنا كان بيغذي الفرونتال بيلي بتاع اوكسيدو فرونتاليس ماسل، والعضله اللي ماسكه فيها اللي اسمها الاوربيكولاريس اوكيولاي، ده بالنسبه لجزء الموتور. الاثنين السنسوري بقى اللي كانوا باقيين هم الزيجوماتيك وتمبرال والاوريكول وتمبرال. الزيجوماتيك وتمبرال ده يا جماعه بيقول ده كان برانش من الماجزيلاري نيرف، الماجزيلاري نيرف كان بيطلع منه برانش اسمه زيجوماتيك برانش، الزيجوماتيك برانش ده كان بيطلع منه برانش اسمه زيجوماتيك وتمبرال نيرف. انا عاوزك بس تعرف لي حالا ان الزيجوماتيك وتمبرال ده برانش من الماجزيلاري، برانش من الماجزيلاري، وده بيغذي الجلد فوق التمبل اللي هو فوق التمبرال بون، عاوزك تعرف ان هو برانش من الماجزيلاري فقط. بالنسبه للاوريكولو تيمبرال ده كان برانش من المانديبولار، فيقول لي ده برانش من المانديبولار نيرف، مش عايز تفاصيل حالا، مش عاوز لا بوستيرور ديفيجن ولا الكلام الفارغ ده كله، انا عاوز تعرف ده برانش من المانديبولار، وده بيكون ماشي بالمناسبه الاوريكولو تيمبرال ده بيكون ماشي قدام الاذن، بيكون ماشي قدام الاذن، فيقول ده بيمشي ان فرونت اوف التارجس اوف اوريكل، بيكون ماشي قدام الجزء اللي هو بيكون بارز ده من الاذن في النص بالظبط، ده اسمه التارجس بيهايند سوبرفيشال تيمبرال، مش عاوز الكلام ده دلوقتي خالص، وكان بيغذي ايه مش عاوز برضو الكلام ده حالا، يعني الكلام ده سابق لاوانه شويه مش عاوزه حالا. انا عاوزك بس تعرف لي ان احنا كان عندنا واحد اسمه سوبرا تروكلير من الاوفسالميك، سوبرا اوربيتال من الاوفسالميك، زي جوماتيكو تيمبرال من الماجزيلاري، اوريكولو تيمبرال من المانديبولار، من المانديبولار، والتيمبرال كان طالع من الفيشيال، وتعرف لي ان التيمبرال ده كان بيغذي الفرونتال بيلي ومعاها الاوربيكولاريس اوكيولاي، اكتر من كده مش عاوز، واكتر من كده ما اتقالش في المحاضره لان التفاصيل الدقيقه جايه قدام ان شاء الله. ده كده الجزء اللي كان ان فرونت اوف الاوركل. بالنسبه للجزء بتاع النيرفز بيهايند الاوركل بقى، قلنا اللي عليه الدور معانا هي النيرفز بيهايند الاوركل، قلنا كانوا خمسه، واحد اسمه جريت اوريكولار وده بيكون سنسوري، واحد اسمه ليسر اوكسيبيتال وده سنسوري، واحد اسمه جريتر اوكسيبيتال وده سنسوري، واحد اسمه السارد اوكسيبيتال وده هيكون سنسوري، والبوستيريور اوريكولار ده الوحيد اللي كان موتور. احنا قلنا يا جماعه الاربعه السنسوري كانوا طالعين منين؟ طالعين من السيرفايكال بلكسس. السيرفايكال بلكسس دي كانت اشهر عصبين موجودين فيها هما الثاني والثالث، اشهر عصبين موجودين فيها هو العصب بتاع الرقبه رقم 2 والعصب بتاع الرقبه رقم 3. فيقول ان الجريتر اوريكولار ده بيطلع من 2 و3 مع بعض، انما الليسر بيطلع من 2 بس، الجريتر اوكسيتر بيطلع من 2 بس، واللي بعده اللي هو اسمه السيرد اوكسيتر بيطلع من رقم 3 بس. يبقى لو قلنا 2 و3 يبقى اللي طالع منهم العصبين اللي هم 2 و3 متجمعين مع بعض ويدوني عصب اسمه جريت اوريكولار.
العصب التاني بس يديني ليسر اوكسيبيتال، العصب التاني بس يديني جريتر اوكسيبيتال، كمان من قدام يدي الليسر ومن ورا يدي الجريتر، مش عاوز انا الكلام ده خالص، الكلام ده كله ولا كانك شفته. وبعد كده العصب التالت يديك الجزء اللي هو اسمه السيرد اوكسيبيتال. يبقى احنا عندنا، انا عايز بس تعرف ان هم من السيرفايكال بليكس، الدكتوره في المحاضره ما قالتش ولا كلمه زياده عن كده، من السيرفايكال بليكسس اللي هم جريت اوريكولار، ليسر اوكسيبيتال، جريتر اوكسيبيتال، سيرد اوكسيبيتال، وبوستيرير اوريكولار. بس انا بقى عايز اعرف لي معلومه زياده، ان هو كان لو قلنا العصب الثاني والثالث بيدوني مين؟ بيدوني الجريت اوريكولار. العصب الثاني من قدام بيديني ليسر اوكسيبيتال، العصب الثاني من ورا بيديني جريتر اوكسيبيتال، العصب الثالث بس بيديني السيرد اوكسيبيتال. عاوزك كمان تعرف كمان معلومه، ان السكست كيوتينيوس نيرف اسمك عصب موجود في الجلد بتاع الجسم كله تقريبا هو الجريتر اوكسيبيتال نيرف. اكتر عصب من، او خلينا نقول على قد مستوانا حالا، اكتر عصب من الثمانيه اللي احنا اتكلمنا عنهم سمكا، اكبر واحد يتشاف ويتمسك ده بالنسبه لنا هو الجريتر اوكسيبيتال نيرف، عشان كده سميناه جريتر اوكسيبيتال. جريتر اوكسيبيتال موجود عند الاوكسيبيتال بون وكبير فسميناه جريتر اوكسيبيتال، انما اللي موجود عند الاوكسيبيتال بون وصغير سميناه الليسر اوكسيبيتال، اللي كان موجود عند الاوريكل وكبير سميناه جريت اوريكولار، وهكذا. الحاجه في الاناتومي بتسمى باسم المكان اللي فيها، يعني مثلا عندنا واحد اسمه زيجوماتيك وتيمبرال، ده كان بيغذي حته في الزيجوماتيك ارش وحته في التيمبرال، واحد اسمه اوريكولو تيمبرال كان بيغذي حته في الاوريكل وحته في التيمبرال بون، وبالتالي تفاصيل الاسماء لما نيجي ناخد النرفات قدام ان شاء الله هقول لك عنها بالتفصيل. بس انا عاوزك تعرف لي حالا بس ان النيرفز بيهايند الاوريكل كانوا خمسه، اربعه سنسوري، جريت اوريكولار وليسر اوكسيبيتال وجريتر اوكسيبيتال وسيرد اوكسيبيتال وبوستيرور اوريكولار. ولو عرفت لي ان اتنين وتلاته يديني جريتر اوريكولار، واتنين اتنين من قدام يديني ليسر، واتنين من ورا يديني جريتر، وتلاته يدوني السيرد، يبقى كويس. او ما عرفتهاش مش مشكله، الدكتوره ما قالتهاش في المحاضره اصلا. والسكست كيوتينيوس نيرف اكبر واحد فيهم هو مين؟ هو الجريتر اوكسيبيتال. تعال ناخد الاتنين اللي بعد كده اللي هم اسمهم السيرد اوكسيبيتال والبوستير اوريكولار. السيرد اوكسيبيتال زي ما قلنا ده كان طالع من العصب رقم 3، والبوستيرور اوريكولار كان بتاع الفيشيا اللي كان بيغذي الاوكسيبيتال بيلي وفي اوكسيبيتو فرونتاليس ماسل، زي ما قلنا في جزء الاوكسيبيتو فرونتاليس ماسل. اكتر من كده مش عاوز منك. يبقى احنا بنتكلم عن النيرفز، النيرفز ديت كنا قلنا انها في منهم او هم 20، 10 يمين و10 شمال، خمسه قدام الاوريكل وخمسه ورا الاوريكل، الخمسه اللي قدام اربعه سنسوري وواحد موتور، والخمسه اللي ورا اربعه سنسوري وواحد موتور برضه، الخمسه اللي قدام كان اسمهم سوبرا تروكلير سوبرا اوربيتال، زي جوماتيكو تيمبرال اوريكولو تيمبرال والتيمبرال، سوبرا وسوبرا طالعين من الاوفسالميك، زي جوماتيكو تيمبرال من الماكسيلاري اوريكولو تيمبرال من المانديبولار، والتيمبرال كان طالع من الفرونتال اللي كان بيغذي الفرونت من الفيشيال اسف اللي كان بيغذي الفرونتال بيلي ومعاه الاوربيكولاريس اوكيولاي، انما اللي كانوا من ورا الاوريكل طالعين من، لو سينسو طالعين من السيرفايكال بلكسس، يعني اثنين وثلاثه، اثنين من قدام اثنين من ورا ثلاثه، اللي هم كانوا اسمهم جريت اوريكولار ليسر اوكسيبيتال جريتر اوكسيبيتال سيرد اوكسيبيتال، والموتور بتاعهم كان اسمه بوستير اوريكولار اللي كان طالع من الفيشيال اللي كان بيغذي الاوكسيبيتال بيلي وفي اوكسيبو فرونتاليس ماسل. الجزء بتاع الانرفيشن اللي انا عامله تحت ده الدكتوره ما قالتوش، بس انا بس كنت عاوزك تعرف ان احنا عندنا الاوريكل، الاوريكل نفسها اللي هي الاذن الخارجيه لها سطحين اتنين، سطح ناحيه بره اللي هو انت بتحط ايدك عليه ده، وسطح ناحيه جوه اللي هو بيكون مختفي، يعني الجزء اللي هو بيكون بينها وبين السكال نفسه. الاوريكل بتاعتنا يا جماعه يا اما السطح اللي انتوا شايفينه ده، يا اما السطح اللي ناحيه التانية اللي هو بيكون ناحيه ورا، السطح اللي ناحيه بره ده بنسميه لاترال، السطح اللي ناحيه جوه بنسميه ميديا. فيقول لي لو جينا اتكلمنا عن الاحساس بتاع الاعصاب بتاع جزء الاوركل، عندنا جزء لاترال اللي هو ناحيه بره وجزء ميديا اللي هو ناحيه جوه. الجزء اللي ناحيه بره ده بنقسمه نص فوق ونص تحت، فيقول لي عندنا ابر هاف واللور هاف. الجزء اللي هو الميديا اللي ناحيه ورا بنقسمه تلت فوق وتلتين تحت. خدوا بالكم من دي لان ديت الجزء بتاع التغذيه اللي احنا عديناه كله حالا اللي الدكتوره ما قالتوش، يعني انا حالا بقوله بس كده مجرد ايه معلومه مش اكتر، انما ده جزء قراءه. يبقى احنا عندنا الاوريكل نفسها اللي هي الاذن الخارجيه في جزء لاترال اللي هو لما بتحط ايدك كده ده ايدك عليه ده اللاترال، انما الجزء اللي بيكون ورا ده بنسميه الميديا. اللاترال ده بنقسمه نص فوق ونص تحت، الميديا اللي بنقسمه تلت فوق وتلتين تحت.
النص اللي فوق كان بيغذيه، من النص فوق من ناحيه اللاترال بيغذيه الاوريكولو تيمبرال نيرف، النص اللي تحت بيسميه جريتر اوريكولار نيرف، اللي بيغذيه هو الجريتر اوريكولار نيرف. انما التلت اللي فوق من ناحيه الميديال بيغذيه الليسر اوكسيبيتال، والتلتين اللي تحت بنسميهم او بيغذيهم الجريتر اوريكولار. يبقى انا عاوزك تعرف لي حاجه، الجريت اوريكولار ده او الجريتر اوريكولار، الاثنين صح بس انا بقول عليه جريت اوريكولار. الجريت اوريكولار بيغذي اي حاجه تحت، سين النص اللي تحت من اللاترال او التلتين اللي تحت من الميديال. النص اللي فوق من اللاترال اوريكولو تيمبرال، التلت اللي فوق من الميديال هو الليسر اوكسيبيتال. يعني بس تعرفوا لي الاربع اعصاب دول بيغذوا ايه. يبقى انا لو قلت لك اللاترال بارت بتاع الاوريكل الابر هاف، مين اللي بيغذيه؟ اوريكولو تيمبرال. امال اللور، ساعه ما تسمع كلمه لور على طول ما تفكرش اللور، يبقى جريت اوريكولار، سين اللور هاف في اللاترال او اللور تو ثيرد في الميديال. الفكره عندنا في اللي فوق، النص اللي فوق في اللاترال اوريكولو تيمبرال، النص اللي فوق في الميديال كان لسر اوكسيبيتال. تعالوا بقى نشوف الرسمه دي بتكبير شويه ونقول عليها برضو اماكن الاعصاب فين، ونعيد الحاجات اللي احنا محتاجينها فيها عشان نختم جزء النيرف سبلاي بتاع السكالب. اللي قدام حضراتكم ديت زي ما قلنا ان كانت المنطقه دي كده هي السكالب اهيت، بس كانت متصله تحت شويه فبلاش الخط ده، ده جزئيه السكالب النيرف سبلاي بتاعها. كنا بنشد خط هنا كده ونقول في اجزاء قدام الاوريكل واجزاء ورا الاوريكل، اللي هي نيرفس ان فرونت اوف الاوريكل ونيرفس بيهايند الاوريكل. نفكر الناس كانوا 20، 10 يمين 10 شمال، 5 قدام الاوريكل و5 ورا الاوريكل. ادي هنا كده المفروض ان دولت هيبقى مكان الخمسه اللي قدام الاوريكل، وده كده كان هيبقى مكان الخمسه اللي ورا الاوريكل. كان الخمسه دول منهم اربعه سنسوري وواحد موتور. تاخد بالك بقى من الاعصاب، اول واحد اللي انا معلم عليه ده اسمه السوبرا تروكلير، اللي كان ماشي جنبه ده هو السوبرا اوربيتال اللي كان طويل عنه شويه. دولت كده كان اسمهم الزيجوماتيكو تيمبرال، واللي كان ماشي قدام الاوريكل ده الاوريكولو تيمبرال. التيمبرال مش باين هنا، اللي هو كان بيغذي الفرونتال، دولت بس بتوع السنسوري. تاني اهوت نعيد عليهم، امسحهم وارسمهم تاني. ادي كان عندنا ده كده اهوت، ادي السوبرا تروكلير، سوبرا اوربيتال، زيجوماتيكو تيمبرال، اوريكولو تيمبرال. والمفروض ان التيمبرال كان مكانه هنا كده، التيمبرال كان بيمشي هنا اللي هو كان بيغذي الفرونتال بيري بتاعه، كتبه فرونتاليس ماسل، ناخده في ميعاده ان شاء الله. اللي كانوا من ورا بقى كان عندنا حاجه اسمها ادي الجريت اوريكولار اهو، ادي كان اللي اسمه الليسر اوكسيبيتال، وادي الجريتر اوكسيبيتال اهو، والسيرد اوكسيبيتال هو الصغير ده كده. يبقى احنا عندنا في اربعه هنا برضو، كان الجريت اوريكولار، وكان الليسر اوكسيبيتال، وكان الجريتر اوكسيبيتال، وكان السيرد اوكسيبيتال. انما اللي قدام الاوريكل كانوا يا اما سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال بتوع الاوفسالميك، يا اما اوريكولو تيمبرال بتاع المانديبولر، يا اما زيجوماتيك وتيمبرال بتاع الماجزيلاري. واللي كان جزء خاص بيه الموتور قدام كان اسمه التيمبرال برانش اوف فيشيال، والجزء اللي كان خاص بالموتور ورا كان اسمه البوستير اوريكولار برانش بتاع الفيشيال. يبقى كده خمسة قدام وخمسة ورا، أربعة سنسور وواحد موتور قدام، أربعة سنسور وواحد موتور ورا. الأسماء مهمة جدا، وكل حاجة طالعة منين. الأربعة سنسور اللي قدام كانوا من الترايجيمينال، الأربعة سنسور اللي ورا كانوا من السيرفايكال بريكسس، الموتور قدام وورا كان من الفيشيال، مع حفظ الأسماء بتاعتهم. أجزاء مهمة جدا في الامتحان ده كده، النيرف سبلاي أوف سكالب. اللي عليه الدور معانا بقى هو الارتيريال سبلاي اوف سكالب، اللي هو الشرايين اللي رايحه لجزء فروه الراس. بيقول الارتيريال سبلاي اوف سكالب بيختلف كعدد شويه عن النيرف سبلاي، ولكن في معلومه مهمه جدا لازم تعرفها. احنا عندنا قلنا اي عصب بيكون موجود بتلاقي معاه شريان باسمه وتلاقي معاه فين باسمه. فلما اقول لك حالا مثلا حاجه اسمها سوبرا تروكلير، انا بتكلم هنا عن الشريان اللي كنا بنتكلم عنه من شويه كان العصب. فخد بالك ان في حاجه اسمها سوبرا تروكلير ارتري، في حاجه اسمها سوبرا تروكلير فين، في حاجه اسمها سوبرا تروكلير نيرف، ما تلخبطهمش مع بعض. احنا حالا بنتكلم عن الشرايين. بيقول الشرايين بتاعت الاسكالب بيكون عددهم 10، العشرة دولت خمسة يمين وخمسة شمال. الخمسة دول منهم ثلاثة قدام الأوريكل ومنهم اتنين ورا الأوريكل. خدوا بالكم التقسيمة اختلفت، هناك كانوا 20 في الأعصاب، كانوا 20، 10 يمين و10 شمال، 5 قدام و5 ورا. هنا بقى هم عدد الشرايين كلها بيكونوا 10، 5 يمين و5 شمال، 3 قدام الأوريكل و2 ورا الأوريكل. اسمائهم ايه؟ اسمائهم كالاتي. بيقول لحضراتكم اللي قدام الاوريكل بيكونوا سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال وسوبرفيشيال تيمبورال. كان هناك في سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال نيرف، وكان بعد كده زيجوماتيك وتيمبورال واوريكولو تيمبورال. هنا ما فيش الكلام ده، هنا في حاجه اسمها سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال ارتري وسوبرفيشيال تيمبورال ارتري.
ورا كان يقول لي في عندنا حاجه اسمها البوستير اوريكولار ارتري والاوكسيبيتال ارتري، تحس ان هو دمك كله خلاهم واحد. يعني هناك مثلا في النيرف كان في حاجه اسمها زيجوماتيكو تيمبرال واوريكولو تيمبرال، هنا قال لك اسمه سوبرفيشال تيمبرال، في شريان اسمه سوبرفيشال تيمبرال بيحل محل الاثنين. هناك كان عندنا واحد اسمه جريت اوريكولار، وكان عندنا واحد اسمه بوستير اوريكولار، وكان في ثلاثه اوكسيبيتال. هنا قال لك لا، البوستير اوريكولار هو اوكسيبيتال واحد بس، وبالتالي الشرايين مختلفة عن النيرفز. النيرف كانوا 20، الشرايين 10. هناك 10 على كل ناحية، هنا 5 على كل ناحية. هناك 5 قدام الأوريكل و5 ورا الأوريكل، هنا 3 قدام الأوريكل و2 ورا الأوريكل. الخمسة اللي هناك عرفنا أساميهم سين قدام ورا، هنا بقى عندنا الثلاثة اللي قدام سوبرا تروكلير وسوبرا أوربيتال وسوبر فيشيال تيمبرال. إنما اللي كانوا اللي قدام سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال وسوبر فيشيال تيمورال ارتري، اللي ورا كانوا بوستير اوريكولار واوكسيبيتال ارتري. ادي الخمسه لازم يتحفظوا برضه. وبيقولوا دول بيكونوا عباره عن برانشات من حاجه اسمها الانترنال والاكسترنال كاروتيد. عندنا في شريان كبير بيكون ماشي في الرقبه، الشريان ده في جزء منه بيخش الجمجمه وجزء منه بيطلع للهيد. الجزء اللي ماشي في الرقبه بنسميه الكومون كاروتيد، ده شريان كبير ماشي في الرقبه اللي بنحس فيه النبض بتاع الرقبه، اللي هو الناس اللي بتحس النبض من الرقبه كده عند جزء جنب الزور شويه، ده اسمه الكومون كاروتيد. بيتقسم برانشين، واحد اسمه انترنال يخش الجمجمه، واحد اسمه اكسترنال يطلع على الهيد، يطلع على جزء الفيس وجزء السكالب. فيقول البرانشات اللي احنا بنتكلم عنها حالا دي، ديت عباره عن برانشات من الانترنال والاكسترنال. مجرد معلومه بس كده، انا عاوز اسماء يا جماعه، اهم حاجه بالنسبه لي هي الاسماء، يعني التفاصيل دي كلها مش محتاجها، التفاصيل دي جاي اماكنها ان شاء الله. فيجي يقول لك اول حاجه تعالى نتكلم على الارترز ان فرونت اوف الاوريكل. قلنا ان هم كان عددهم ثلاثه، يا اما سوبرا تروكلير ارتري، يا اما سوبرا تروكلير، يا اما سوبرا اوربيتال، يا اما حاجه اسمها سوبرفيشال تيمورال. اللي عاوزك تعرفه لي هنا بقى ان كل واحد ماشي معاه عصب اسمه ايه، دي معلومه مهمه ومحتاجها، اكتر من كده مش عاوز. السوبرا تروكلير ارتري بيكون ماشي معاه سوبرا تروكلير نيرف، السوبرا اوربيتال ارتري ماشي معاه السوبرا اوربيتال نيرف، السوبرفيشيال تيمبورال ارتري ماشي معاه الاوريكولو تيمبورال نيرف. دي مهمه، الكلام ده انا عاوزه مهم بقى، هقول الكلام ده تاني اهوت. انا عندي ثلاثه قدام الاوريكل، ثلاثه ارتريز قدام الاوريكل، يا سوبرا تروكليال يا سوبرا اوربيتال يا سوبرفيشيال تيمبورال. السوبرا تروكليال لو فاكرين كان ميديال خالص، جنبه شويه سوبرا اوربيتال، قدام الودن تلاقي سوبرفيشيال تيمبورال، وكان في عصب ماشي قدام الودن لما اتكلمنا عليه من شويه كان اسمه الاوريكولو تيمبورال. فتلاقي السوبرا تروكلير ارتري ماشي معاه السوبرا تروكلير نيرف، السوبرا اوربيتال ارتري ماشي معاه السوبرا اوربيتال نيرف. اللي بيختلف هو السوبرفيشيال تيمبورال ارتري ماشي معاه نيرف اسمه اوريكولو تيمبورال نيرف، وبيكون النيرف ورا، يعني تلاقي الشريان قدام والنيرف ورا، تلاقي السوبرفيشيال تيمبورال ارتري طالع قدام الاذن ناحيه قدام شويه، ووراه تلاقي طالع الاوريكولو تيمبورال. فعاوزك تعرف لي الاجزاء دي اجزاء بتيجي في الامتحان كتير. ده بالنسبه للي كانوا قدام الاوريكل، واكتر من كده تفاصيل مش عاوز. لو انت عاوز بقى تعرف تفصيل كمان، لو فاكرين كنا بنقول السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال طالعين من الاوفسالميك نيرف، هنا بقى السوبرا تروكلير ارتري والسوبرا اوربيتال ارتري طالعين من الاوفسالميك ارتري. احنا عندنا في حاجه اسمها اوفسالميك ارتري وحاجه اسمها اوفسالميك نيرف. الاوفسالميك نيرف بيديني سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال نيرف، انما الاوفسالميك ارتري بيديني سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال ارتري. هنعرف ان شاء الله ان السوبرفيشال تيمبورال ده بيكون برانش اخير من حاجه اسمها الاكسترنال كاروتيد، هناخده ان شاء الله في الفيس ونتكلم عنه ساعتها بالتفصيل. انا عاوزك تعرف لي حالا المعلومات الاتيه فقط، عندنا كام ارتري في السكالب؟ عندنا 10، 5 يمين و5 شمال، 3 قدام الاوريكل و2 بيكونوا ورا الاوريكل. الثلاثة اللي قدام الاوريكل سوبرا تروكلير ارتري من الاوفسالميك، سوبرا اوربيتال ارتري من الاوفسالميك، سوبرفيشيال تيمبورال من الاكسترنال كاروتيد. اللي ورا كانوا بوستيريو اوريكولار واوكسيبيتال. بالنسبة للسوبرا تروكلير ماشي معاه نيرف اسمه سوبرا تروكلير، بالنسبة للسوبرا اوربيتال ماشي معاه نيرف اسمه سوبرا اوربيتال، بالنسبة للسوبرفيشيال تيمبورال ماشي معاه نيرف اسمه اوريكولو تيمبورال. دي جت في امتحان السنة اللي فاتت، اوريكولو تيمبورال. اللي ماشي مع السوبرفيشيال تيمبورال هو الاوريكولو تيمبورال، والاثنين قدام الاذن، الشريان قدام والنيرف ماشي وراه. الارترز اللي كانت بيهايند الاوريكل بقى قلنا هم كانوا اتنين، واحد كان اسمه بوستيريور اوريكولار، واحد تاني اسمه اوكسيبيتال. عاوزين نعرف ان البوستيريور اوريكولار ده كان برانش من الاكسترنال كاردود، هناخدها ان شاء الله في مكانها، والاوكسيبيتال هو كمان برانش من الاكسترنال كاردود. اعمل لكم تجميعه، هم كانوا خمسه، سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال من الاوفسالميك، والثلاثه الباقيين من الاكسترنال كاروتيد. سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال من سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال من الاوفسالميك.
انما السوبرفيشال تمبرال والبوستيرير اوريكولار والاوكسيبيتال دول طالعين من الاكسترنال كاروتيد، يبقى اتنين طالعين من الاوفسالميك وتلاتة طالعين من الاكسترنال كاروتيد. ده اللي انا عاوزه منك، اكتر من كده مش عاوز. يجي بعد كده يقول لحضراتكم بقى عاوزين نبص على الرسمه بتاعتهم، الرسمه دي قدام حضراتكم هنشوفها حالا بتكبير شويه، بس تعالوا نقول الملحوظه اللي موجوده تحت دي. بيقول اور ارتز اوف سكالب كونفرج من البريفري للسنتر، يعني كل الشرايين دي بتتجمع من الاطراف للنص. مش عاوز الكلمه دي مش مهمه، المهم بالنسبه لنا ان السكالب بتكون فيري ريتش في البلاد سبلاي، السكالب بيكون الامداد الدموي بتاعها عالي قوي، وده اللي بيخلي اي جرح في السكالب ينزف كتير بسبب حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه لو فاكرين كان الاوعيه الدمويه جدارها ماسك بجامد، ماسك جامد بفايبر ستيشو، وبالتالي الوعاء ما يعرفش يقفل على نفسه فيفضل ينزف، زائد ان احنا عندنا اصلا كم اوعيه دمويه كبير. ده سببين اتنين يخلوا ان اي نزيف بيحصل في السكالب او اي جرح بيحصل في السكالب يعمل نزيف كبير، ان السكالب فيري ريتش ان بلاد سبلاي والوعاء الدموي ما يعرفش يحصل له ريتراكشن، ما يعرفش يقفل على نفسه لانه بيكون ماسك جامد في الحاجات اللي حواليه. الرسمة بقى اللي موجودة دي تعالوا نشوفها بتكبير شوية، نقول عليها الأسماء تاني، نقول عليها التفاصيل تاني اللي احنا محتاجينها عشان نختم جزء الأرتيريال سبلاي بتاع السكالب. اللي قدام حضراتكم ده هو الارتيريال سبلاي بتاع السكالب، اللي انتوا شايفينه هنا ده كده ده الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي موجود في الرقبه، ده اسمه الاكسترنال كاروتيد اللي هو كان الكبير اللي كان بيطلع ثلاث برانشات، واحد كان اسمه اوكسيبيتال، واحد كان اسمه بوستيرير اوريكولار، واحد اسمه سوبرفيشال تيمبرال. انما الاثنين اللي كان اسمهم سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال ده طالعين من شريان اللي هو انا معلم عليه ده اللي اسمه الاوفسالميك. فبالنسبه للمنشا كنا بنقول ان اثنين من الاوفسالميك اللي هم الاثنين سوبرا، ثلاثة من الاكسترنال كارود اللي هم السوبرفيشال تيمبرال والبوستير اوريكولار والاوكسيبيتال. نشوف كل واحد فيهم بقى، كنا بنقول ان السكالب كانت عبارة عن كام ارتري، كانوا 10، كام على كل ناحية؟ 5 على كل ناحية، 3 قدام الاوريكل و2 ورا الاوريكل. الثلاثة اللي قدام الاوريكل كان اول واحد اسمه سوبرا تروكلير، تاني واحد اسمه سوبرا اوربيتال، والاثنين طالعين من الاوفسالميك ارتري، وكان الثالث عندنا اللي هو ده اللي كان اسمه سوبرفيشيال تيمبرال. هنعرف قدام ان شاء الله ان هو بيتقسم اتنين، جزء قدام وجزء ورا، هناخد الكلام ده في مكانه، بس عاوزك تعرف لي ان كان ماشي وراه هنا عصب اسمه الاوريكولو تيمبرال، وبالتالي الاثنين كانوا ماشيين مع بعض. اللي ورا الاوريكل كان واحد اسمه بوستيريور اوريكولار، واحد تاني اسمه اوكسيبيتال، كده الثلاثه اللي قدام والاثنين اللي ورا بتوع الارتيريال سبلاي اوف سكالب. تعالوا ناخد الجزء اللي هو الفينوس درينج اوف سكالب اللي هي الاورده اللي موجوده في جزء فروه الراس. الجزء اللي عليه الدور معانا هو الفينوس درينج اوف سكالب اللي هي الاورده اللي موجوده في فروه الراس. يقول لحضراتكم ان اللي عندنا الاورده اللي موجوده في فروه الراس هي بالظبط الاسماء بتاعت الشرايين، يعني كل شريان ماشي معاه وريد باسمه، فيقول الفينز بتاعت السكالب بتكون ماشيه مع الارترس كالاتي. احنا عندنا 5 فينز في السكالب، سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال وسوبرفيشيال تيمبرال وبوستيرور اوريكولار واوكسيبيتال. لو خدتوا بالكم هتلاقوهم بالظبط نفس اسماء الارترس، فاحنا نبص نلاقي في حاجه اسمها سوبرا تروكلير ارتري وحاجه اسمها سوبرا تروكلير فين، سوبرا اوربيتال ارتري سوبرا اوربيتال فين، سوبرفيشيال تيمبرال ارتري سوبر فيشيال تيمبرال فين، بوستيرور اوريكولار ارتري بوستيرور اوريكولار فين، اوكسيبيتال ارتري اوكسيبيتال فين. يبقى نفس اسماء الارتري هي بالظبط اسماء الفين، بس هنا بيكون في تفاصيل شويه، ان الارتريز بتتوزع انما الفينز بتتجمع. فلازم اوري حضراتكم الرسمه الاول بتاعه التجميعه، او انا هرسمها لكم الاول بعد كده اوريكم الرسمه عشان افهمكم كل الاجزاء دي بتكون ماشيه عامله ازاي. الرسمه اللي انا هرسمها لحضراتكم حالا دي رسمه مهمه جدا 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 عشان تفهم جزء الفينوس درينج، والجزء ده هيتكرر لنا تاني بالظبط في الفيس. احنا قلنا ان احنا عندنا 5 فين، واحد اسمه سوبرا تروكلير، واحد اسمه سوبرا اوربيتال، واحد اسمه سوبرفيشيال تيمبرال، واحد اسمه بوستيريور اوريكولار، واحد اسمه الاوكسيبيتال. نيجي نبص نلاقي ان الاثنين اللي كان اسمهم سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال الاثنين دول قاموا جايين متجمعين مع بعض ومديني واحد، ده بنسميه الانتيريور فيشيال. يبقى احنا عندنا السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال اتجمعوا مع بعض وادوني واحد بس اسمه الانتيريور فيشيال. كان عندنا في واحد اسمه هنا مكانه هنا كده اسمه السوبرفيشيال تيمبرال. السوبرفيشيال تيمبرال ده اصلا كان جاي من اتنين، يعني تلاقي في واحد كان هنا كده وواحد كمان الناحيه التانيه اتجمعوا مع بعض وقاموا جايين مدين السوبرفيشيال تيمبرال. ده بنسميه الانتيريور تريبيوتري اللي هو الفرع اللي قدام، وده بنسميه البوستيريور تريبيوتري اللي هو الفرع اللي ورا، يتجمعوا مع بعض ويدوني حاجه اسمها السوبرفيشيال تيمبرال. السوبرفيشال تيمبورال ده ذات نفسه بيمسك بفين صغير، في فين صغير يجي هنا كده يمسك فيه اسمه الماكسيلاري فين. لما السوبرفيشال تيمبورال يمسك فيه الماكسيلاري فين بيديني واحد اسمه البوستيريور فيشيال. يبقى انا عندي السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال مع بعض يدوني انتيريور فيشيال،
والسوبرفيشيال تيمبورال مع الماكزيلاري يدوني بوستيرور فيشيال. يجي البوستيرور فيشيال ده ذات نفسه يقوم جاي مقسوم برانشين اتنين، واحد قدام وواحد ورا، نسميها انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن نلاقيه مسك مع الانتيريور فيشيال، قام جاي مديني واحد اسمه كومون فيشيال، والبوستيريور ديفيجن قام ماسك مع الفين اللي اسمه البوستيريور اوريكولار عشان يدينا الجاجولار زي ما نعرف حال. تاني الحته دي كده، لان الحته دي مهمه جدا، ولو ما فهمتهاش من هنا مش هتعرف تفهمها من الكلام اللي انا هقوله حالا. احنا قلنا الاول عندنا بيكونوا اتنين اهوت، واحد اسمه سوبرا تروكليار وواحد اسمه سوبرا اوربيتال. ادي ده كده مثلا، ادي السوبرا تروكليار وادي اسمه السوبرا اوربيتال، الاتنين مع بعض يقوموا جايين مديني واحد اسمه الانتيريور فيشيال. ده كده الانتيريور فيشيال، انما كان عندنا هنا التريبيوتاريز بتاعت السوبرفيشيال تيمبرال اللي كانوا انتيريور وبوستيريور، يقوموا جايين مديني واحد اسمه السوبرفيشيال تيمبرال. السوبرفيشيال تيمبرال ده يمسك مع فين اسمه الماجزيلاري عشان يديني حاجه اسمها البوستيريور فيشيال. البوستيريور فيشيال ذات نفسه يتقسم حاجه قدام، برانش انتيريور وبرانش بوستيريور. الانتيريور بتاع البوستيريور فيشيال مع الانتيريور فيشيال يقوموا جايين مديني واحد اسمه الكومون فيشيال، انما البوستيريور بتاع البوستيريور فيشيال مع البوستيريور اوريكولار يدينا الجاجولار زي ما هنشوف حالا ان شاء الله. تاني كده الحته دي بقى، التجميع دي بتكون ماشيه ازاي؟ سوبرا تروكليار مع سوبرا اوربيتال يدوني انتيريور فيشيال، الاثنين تريبيوتري بتوع السوبرفيشيال تيمبرال يكونوا السوبرفيشيال تيمبرال، اللي يمسك مع الماجزيلاري يديني بوستيرور فيشيال. البوستيرور فيشيال يتقسم واحد قدام وواحد ورا، اللي قدام يمسك مع الانتيرور فيشيال يديني كومون فيشيال، اللي ورا يمسك مع البوستير الاوريكولار يديني الجاجولار، وتلاقي اللي كان اسمه الاوكسيبيتال ده لوحده بيصب في مكان خاص بيه هنشوفه حالا. الاوكسيبيتال ملوش دعوه بالتجميعه دي، ده كان بيصب لوحده، وبالتالي تلاقي في اتنين صبرا، صبرا تروكلر وصبرا اوربيتال، واحد كان اسمه السوبرفيشيال تيمبرال، واحد كان اسمه البوستير اوريكولار، واحد كان اسمه الاوكسيبيتال. نشوف كلامهم بقى كده مكتوب ازاي، ونرجع تاني نبص على رسمه خاصه بيه برضه. كنا في الصفحه دي وبنتكلم عن الفينوس درينج بتاع السكالب، اللي قلنا ان هو بيكون بالظبط شبه الارتيريال سبلاي، لان الخمس اسماء زي الخمس اسماء، سوبرا تروكلير، سوبرا اوربيتال، سوبرفيشيال تيمبرال، بوستير اوريكولار واوكسيبيتال. كنا بنبدا اول حاجه ونقول ان السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال الاثنين مع بعض يدوني واحد اسمه الانتيرور فيشيال، فيقول لي ذا تو فينز، انا عايزك تعدي لي لحد ما تجيب كلمه يونت تو فورم انتيرور فيشيال. الاثنين فين دولت كانوا بينزلوا يا جماعه عند الميديال انجل بتاع الاي، الاي بي كلها جزء ناحيه النوز وجزء ناحيه الثانيه، الجزء اللي ناحيه النوز ده بنسميه الميديال انجل. فتلاقي السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال الاثنين نازلين عند الميديال انجل بتاع الاي عشان يدوني حاجه اسمها الانتيرور فيشيال. الانتيرور فيشيال كده بياخد من عند الميديال انجل لحد ما ينزل على عند الانجل بتاعت الماوس كده تقريبا، عند الزاويه بتاعت الماوس. اللي انا عاوزك تعرفه لي ان كان الاثنين السوبرا تروكلير والسوبرا اوربيتال يدوني انتيرور فيشيال. يجي بعد كده الصور فيشيال تيمبرال كان بيتجمع من ايه؟ يقول ده فورمد باي ذا يونيون اوف الانتيرور والبوستيرور تريبيوتري. لو فاكرين كان الانتيرور والبوستيرور بنسميها تريبيوتري، تريبيوتري دي معناها روافد، حاجتين اتنين هيتجمعوا يبقوا حاجه واحده. الانتيرور تريبيوتري مع البوستيرور تريبيوتري كان بيديني السوبر فيشيال تيمبرال. السوبر فيشيال تيمبرال ده كان بيمسك مع فين اسمه الماجزيلاري فين عشان يكون البوستيريور فيشيال فين. البوستيرور فيشيال فين ده ليه اسم تاني اسمه ريترو مانديبولار فين. ريترو مانديبولار معناها ورا الماندبل، لانه بيكون ماشي ورا الفك، ورا الماندبل تحت الاذن كده، ده اسمه البوستيرور فيشيال. بيقول لي ان عندنا السوبرفيشيال تيمبرال، كلام قراءه بقى، ان السوبرفيشيال تيمبرال بيمسك مع الماجزيلاري تحت الزيجوماتيك ارش، تحت الجزء بتاع الزيجوماتيك ارش مش عاوزه حالا، جوه الغده اللي اسمها الباروتيك جلاند، جوه الغده اللي هي الغده النكافيه اللي موجوده على الفك اللي اسمها الباروتيك جلاند. يبقى السوبرفيشيال تيمبرال مع الماجزيلاري الاثنين بيمسكوا مع بعض جوه الغده الباروتيك جلاند عشان يدوني البوستيرور فيشيال. البوستيرور فيشيال ده بعد كده قلنا ان هو كان بيتقسم لاثنين، انتيريور وبوستيريور. الانتيريور بتاع البوستيرور فيشيال يمسك مع الانتيرور فيشيال عشان يديني حاجه اسمها الكومون فيشيال. لو تفتكرهم الكومون فيشيال ده بعد كده بيصب في فين اسمه الانترنال جاجولار. يبقى انا عندي سوبرفيشيال تيمبورال يمسك مع ماجزيلاري يديني حاجه اسمها البوستيريور فيشيال. البوستيريور فيشيال ده يقوم جاي مقسوم برانش قدام وبرانش ورا، البرانش اللي قدام يمسك مع الانتيرور فيشيال يديني كومون فيشيال يصب في انترنال جاجولار، انما البرانش اللي ورا فيقول ان هو البرانش اللي ورا اللي كان اسمه البوستيرور ديفيجن من البوستيرور فيشيال يمسك مع البوستيرور اوريكولار. يقول لي البوستيرور اوريكولار بيمسك مع البوستيرور ديفيجن بتاع البوستيرور فيشيال عشان يكون حاجه اسمها الاكسترنال جاجولار اللي بيصب بعد كده في فين اسمه السبكليفيان فين.
بيمسك في الاكسترنال جوهر، دي كلها فينات موجوده في الرقبه يا جماعه. الانترنال جوهر والاكسترنال جوهر ده بيكونوا موجودين في الرقبه، هيروحوا بعد كده للقلب. فيقول لي البوستيرور اوريكولار، يمسك مع البوستيرور برانش بتاع البوستيرور فيشيال عشان يديني حاجه اسمها الاكسترنال جوهر اللي هيصب في الساب كليفيا. انما الاوكسيبيتال دول بيصبوا حاجه اسمها، بيصبوا مي حاجه في حاجه اسمها ساب اوكسيبيتال سوفين، يا اما ديورال فينس ساينس. مش عاوز انا الكلام ده دلوقتي، انا عاوز بس مجرد اسم الكلمه اللي اسمها الاوكسيبيتال فين. يبقى هرسم لكم التجميعه هنا هي التاني عشان نشوف الناس كده بقى جمعت ولا لا. كان عندنا سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال، الاثنين مع بعض يدوني حاجه اسمها الانتيرور فيشيا. وكان عندنا في انتيرور تريبيوتري وبوستيرور تريبيوتري يتجمعوا مع بعض يدوني السوبرفيشيال تيمبرال. السوبرفيشيال تيمبرال كان يمسك مع المجزري جوه البارات الجلاند عشان يديني واحد اسمه البوستيرور فيشيال او اسمه الريترو مانديبولار، والاسم ده مهم. الريترو مانديبولار ده اللي كان بيتقسم انتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن بتاع البوستيرور فيشيال يمسك مع الانتيرور فيشيال يديني كومون فيشيال. الكومون فيشيال ده كان بيصب بعد كده في واحد اسمه الانترنال جاجولار. انما البوستيرور ديفيجن كان يمسك مع البوستيرور اوريكولار اللي كان يديني حاجه اسمها الاكسترنال جاجولار اللي هيصب بعد كده في حاجه اسمها الساب كليفيان. كمان مره سوبرا تروكلير سوبرا اوربيتال يدوني انتيرور فيشيال، الاثنين ديفيجن يدوني سوبرفيشيال تمبورال اللي يمسك مع المجزري يديني بوستيرور فيشيال. البوستيرور فيشيال يتقسم واحد يمين واحد قدام واحد ورا، اللي قدام مع الانتيرور فيشيال يديني كومون فيشيال يصبه في انترنال جاجولار. البوستيريور مع البوستيريور اوريكولار يديني حاجه اسمها الاكسترنال جاجولار اللي هيصب بعد كده في الساب كليفيان. وكان عندنا حاجه هنا كده اسمها الاوكسيبيتال اللي كان بيصب يا اما في ساب اوكسيدا بليكسس اوف فين يا اما بيصب في ديورال فينا ساينس. مش عاوز الكلام ده، اهم حاجه بالنسبه لي التجميعه. انا عاملها لكم سامري في الصفحه اللي بعدها، انا عاوزك بس تحفظ لي السامري ده، اكتر من كده مش عاوز في الجزئيه دي. تعالوا نبص على السامري سوا. ده جزء السمري بتاع الفينوس درينج، عامله لك على هيئه معادلات اهوت بحيث ان يبقى حفظه سهل بقى ان شاء الله. كنا بنقول ان السوبرا تروكلير مع السوبرا اوربيتال يدوني انتيرور فيشيال، والسوبرفيشيال تيمبرال لما يمسك مع المجزلري يديني البوستيرور فيشيال. البوستيرور فيشيال ده ذات نفسه كان بيتقسم لانتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. الانتيرور ديفيجن بيمسك مع الانتيرور فيشيال يديني كومون فيشيال. البوستيرور ديفيجن كان بيمسك مع البوستيرور اوريكولار يديني اكسترنال جاجولار. الكومون فيشيال يصب في انترنال جاجولار، والاكسترنال جاجولار كان يصب في ساب كليفيان، والاوكسيبيتال كان يصب في ساب اوكسيدا بليكسس اوف فين يا اما يصب في اميشاري فين عشان يروحوا من الديورال فينس ساينس. اكتر من كده مش عاوز. حتى في الرسمه ديت اهي كان عندنا ادي سوبرا تروكلير وادي سوبرا اوربيتال مكونين حاجه اسمها الانتيرور فيشيال، وده كان البوستيرور فيشيال اللي ماسك مع المجزري السوبرفيشيال تيمبرال اسف اللي ماسك مع المجزري يديني بوستيرور فيشيال اللي كان بيتقسم قدام وورا. اللي قدام مع الانتيرور فيشيال يديني كومون فيشيال، واللي ورا مع البوستيرور اوريكولار يديني الاكسترنال جاجولار. الانتيرور فيشيال مع الانتيرور كان بيديني كومون اللي يصبه في الانترنال جاجولار، انما الاكسترنال جاجولار كان يصب في الساب كليفيان. فالرسمه دي واضح فيها كل التفاصيل. اهم حاجه بالنسبه لي تحفظ لي السمري ده، لان السمري ده بيجي في الامتحان كتير يا جماعه، يقول لك كذا مع كذا بيديني ايه، كذا مع كذا بيديني ايه، وهكذا. الجزئيه دي مهمه جدا بتاعت الفينوس درينج، لاننا هنزود عليها معلومه كمان ان شاء الله في جزء الفيس. يعني الكلام ده هيتعاد تاني بالتفصيل في جزء الفيس، وهنزود ساعتها معلومه كمان، ساعتها بقولها لحضراتكم اللي هي جزء الاتصالات بتاعته. بس انا عاوز على قد اللي احنا قلناه حالا في جزء السكالب. اخر حته بقى كانت معانا نتكلم عنها اللي هي الليمفاتيك درينج بتاعت السكالب، اللي هي الغدد الليمفاويه اللي موجوده في منطقه السكالب. جزء الليمفاتيك درينج وفي سكالب بيقول ان احنا بنقسم السكالب ثلاث مناطق، كل منطقه بتصب في غدد ليمفاويه خاصه بيها. اول حاجه الفور هيد، جزء الجبهه. تاني حاجه جزء التيمبورال ريجون اللي هي المنطقه اللي في الجنب. وبعد كده الجزء اللي هو البوستيريو. يعني احنا عندنا بناخد الجزء الامامي والجزء الخلفي والجزء الجانبي من السكالب. بيقول لي الجزء الامامي من السكالب اللي بيكون على الجبهه ده بيصب في غدد ليمفاويه اسمها سب مانديبولار ليمف نود. الجزء الامامي من السكالب بيصب في غدد ليمفاويه تحت الفك اسمها سب مانديبولار ليمف نود. انما الجزء الجانبي اللي هو اسمه التيمبورال ريجون، الجزء اللي موجود على جانبي السكالب، بيقول ده بيصب في حاجه اسمها البري اوريكولار ليمف نود او البارود ليمف نود. ده بيكونوا موجودين قدام الاوريكل، دي غدد ليمفاويه قدام الاوريكل بيصب فيها التيمبورال ريجون. انما البوستيريور اللي هو الجزء الخلفي ده بيصب في غدد ليمفاويه موجوده عند عظمه الاوكسيبيتال بول، بنسميها الاوكسيبيتال ليمف نود، وعند عظمه اسمها الماستويد ليمف نود اللي هي العظمه البارزه اللي ورا الودان. في عندنا عظمه بتكون بارزه كده ورا الاذن، دي بنسميها ماستويد. بنلاقي في غدد ليمفاويه على الاوكسيبيتال بول اسمها اوكسيبيتال ليمف نود، وغدد ليمفاويه عند الماستويد بول بنسميها ماستويد ليمف نود. يبقى احنا عندنا الجزء بتاع الفور هيد الجزء الامامي بيصب في الصب مانديبولار ليمف نود. الجزء الجانبي
الجانبي بيصب في البري اوريكولار لينف نود، الجزء الخلفي بيصب يا في الاوكسيبيتال يا في الماستويد لينف نود. ده كده الجزء بتاع اللينف نود، ما كانش جزء مهم قوي يعني، ولكن ادينا قلناه برضه. كده احنا خلصنا السكالب كلها، خلصنا اللايرز، خلصنا المسل، خلصنا النيرف، خلصنا الارتري، خلصنا الفين. يا رب تكونوا فهمتوا الجزء بتاع النهارده كويس. الاناتومي يا جماعه محتاج متابعه ومحتاج حفظ اول باول، ومحتاج انك تسمع الحاجه وتذاكرها تاني عشان ما تنساهاش. الاجزاء بعد كده لما بتلاقي المنهج بدا يستمر قدام شويه بتلاقيها بدات ربطت مع بعض اكتر، لانك حالا بتاخد مقتطفات من الحاجات اللي جايه قدام، وبالتالي دي صعوبتها انك بتاخد اجزاء من تفاصيل جايه قدام. فلما التفاصيل ان شاء الله تيجي قدام بتلاقي جزء السكالب والفيس ده بيكون جزء تافه، ولكن حاليا صعب لانك ما خدتش لسه اي حاجه من الاجزاء الكبيره. وبالتالي هنحفظ على قد اللي احنا قلناه حالا، اللي احنا هنحتاجه بعد كده ان شاء الله لما نيجي نشرحه قدام هقول لك بالتفصيل ساعتها. يا رب تكونوا فهمتوا الجزء ده كويس، واللي عنده اي سؤال تحت امركم، وربنا معاكم ان شاء الله في مذاكرته.